طيب نكمل كلامنا. بمناسبة بقى مسألة الخطابات العلمانية المعاصرة، أنا حتى كتبت عندي على الفيسبوك يعني من يمثل صحيح العلمانية، لأنه الحقيقة الأسبوعين اللي فاتوا طبعا نجمنا الكبير الكاتب والباحث المتميز محمد داوود كان ليه حلقة مهمة في صالون علمانيون عن الغدة الدينية والصراعات السياسية، وتطرق للملف الشائك كملف القدس وإزاي هذا الصراع بيتم السيطرة عليه أو استلامه دينيا، أو بمعنى أدق استغلال الرجعية الدينية لهذا الصراع لخدمة أجندتها. والحقيقة إنه الهجوم المتوقع من الإسلاميين لم يثير في أنفسنا كعلمانيين أي نوع من أنواع الدهشة، على العلم ان احنا كان عندنا تصور مبدئي او تصور مسبق ان احنا عارفين مساله الصراع العربي الاسرائيلي او القضيه الفلسطينيه هي قضيه شائكه واشكاليه بين التيارات العلمانيه المختلفه. لكن الحقيقه انا واقف عند كلمه مهمه اللي هتاخدنا لمدخل لموضوعنا التيارات او الخطابات العلمانيه المعاصره، هو انه محمد داوود او صالون علمانيون يشوه العلمانيه. عظيم. احنا كده بالضروره بنستنتج انه في علمانيه صارمه قياس يمكن ان نقيس عليه. الحقيقه انه محمد كاتب لمؤاخذه، المؤاخذه ليه يا محمد؟ بيقول لك ان هو جه تاني، ابعت له جيست او اقبل جيست. ابعت له يا ماجد لو تعرف. انا بعت لمحمد، اتمنى يقدر يدخل. على كل، ايوه محمد دخل معانا. يا رب يا محمد تكون اللعنات اللي بتطاردنا الاسبوعين اللي فاتوا ما نبناش يعني. كده انا زي الفل يا محمد، انا سامعك كويس، اسمعك بقلبي. انت سامعنا كويس؟ تمام. وانا كمان انا سامعك بس بصوت منخفض بس شغال. عظيم عظيم. حاول بقى اقرا حركه الشفايف ونشوف هنوصل لايه. يعني كنا بنتكلم على انه مساله الخطابات العلمانيه المعاصره هو عنوان احنا وضعناه او انا وضعته على خلفيه اللي حصل في الفيديو الشهير بتاع انا مالي ومالي القدس، ولقينا هجوم مش بس من التيارات الاسلاميه او التيارات المحافظه او الرجعيه، لا كمان من العلمانيين ولا سيما العلمانيين اليساريين. وطبعا هنيجي بقى لفكره التخوين وفكره المزايدات، لكن الاهم عندي هو قولبة انه محمد داوود و صالون علمانيون او احمد سامر وشوهه العلمانية. انا كان ليا رد واضح، صديقنا الجميل احمد علي اللي انا بعتز بيه جدا، قلت له يا احمد احنا بنقدم علمانية مشوهة، اتفضل انت قدم علمانية غير مشوهة. هو المدخل هنا يا جماعة، احنا ليه بنتصور ان احنا كعلمانيين من المفترض ان احنا نقدم خطابات علمانية واحدة او بمقياس واحد او بمعايير واحدة؟ الناس للأسف ساعات بتخلط ما بين العلمانية وبين بعض المفاهيم. خد بالك من حاجة، يمكن الموضوع ده انا قلته كتير في لقاءات كتيرة، انه العلمانية لا تعني بالضرورة انك تكون انساني، ده على اعتبار مثلا ان داوود وصالون علمانيون مش انسانيين، واحنا معانا مفتي الديار الانسانية صديقنا ماجد زكريا. مش لازم تكون علماني توجهاتك يسارية او علماني ليبرالي، لازم نفرق من وجهة نظري انه خلط العلمانية بايديولوجيات سياسية او خلط العلمانية برؤى دينية هو ده اللي بيصنع قولبة. يعني مسألة انه نتخيل انه في شيء اسمه صحيح العلمانية، اعتقد انه ده بيخرجك بالضرورة بره مسألة العلمانية بنسبيتها او بدنيويتها، لانه اقدر اقول لك انه غاندي كان علماني و ستالين علماني وهتلر علماني، لكن في النهاية ممارساتهم السياسية والاجتماعية والإنسانية مختلفة ومتباينة. ده مهم علشان ما نقعش في الفخ بتاع العلمانية هو الحل، العلمانية الحل على غرار الإسلام هو الحل. أنا من وجهة نظر عشان بقى نبدأ نفتح النقاش والحديث مع داود ومع ماجد، إنه المحددين الرئيسيين في الخطاب العلماني هو المتعلق بالإطار السياسي، لانه بيحصل عندنا تقسيمات علمانيه انه ازاي مثلا انت علماني ومؤيد للسيسي، او ازاي انت علماني وضد السيسي اللي خلصك من الاخوان، طرح متهافت. ازاي انت علماني ومش مع حل الصراع العربي الاسرائيلي، او ازاي انت علماني واخد جانب الاسرائيليين، او ازاي انت علماني واخد جانب الفلسطينيين، او ازاي يعني. الحقيقه انه هذا القصور في مساله الرؤيه السياسيه ده بيخليك تنحرف الى حد بعيد عن مساله فهم الخطاب العلماني. النقطه الثانيه بعيدا عن العلمانيه من منظورها السياسي، علاقه العلمانيه بالدين.
يعني انا وجهة نظري انه في ثلاث طرق علمانية للتعامل مع النص. الطريق الاول انك تحاول ان تقدم اصلاح ونموذج ديني حداثي من داخل النص، ده اللي بيحاول يعمله مثلا ابراهيم عيسى وبيعمله اسلام البحيري، وفي خطاب اصلا بيقفز على النص انه اصلا انا مش قضيتي النص، ولو هحتج بالنص هحتج بالنص انه لا يصح ان يطبق. يعني انا مرجعيتي في الاساس دنيويه او علمانيه، واي شيء هيصطدم بيها انا هواجهه. وفي النوع الثالث اللي هو بيحاول يحارب النص، اللي هو مثلا ايه، يعني افسر الفرق بين الطريقين الاخرين، انه مثلا لو انا داخل في لقاء او مناظره عن حريه الاعتقاد وحد من التيارات الاسلاميه قال لي لا الاسلام ما فيهوش حد الرده، يعني من حق الناس يا مولانا يعلنوا عن اعتقادهم الغير اسلامي، اه من حقك انك تخرج من الاسلام وتدخل من الاسلام زي ما انت عايز، يقول لك اه خلاص الموضوع منتهي، يبقى انا هنا مشكلتي مش مع النص. في ناس ثانيه بتتبنى خطاب لا هو النص فيه كذا وكذا وكذا وانت اللي مش فاهم النص. انا ادعي ان في مساله الخطابات الثلاثه دول احنا لا ينبغي ان نعضد او ندعم خطاب على خطاب، او نشوف انه في خطاب هو الافضل لتحقيق نموذج علماني. انا بشوف من وجهه نظري انه الفتره اللي احنا عايشين فيها دي هي مراحل تشكل التيار العلماني المصري. انا مش بقول ان احنا اللي بنعمله، احنا دي مقصودش احنا علمانيون ومحمد داود وماجد، احنا دي يعني الجيل ده الحالي اللي بيعيش الفتره دي او العشر سنين اللي فاتوا والعشر سنين اللي جايه. لا، هو التيار العلماني بيحاول انه يتوجد ويجد لنفسه مساحات واراضي داخل المجتمع المصري على مدار عقود، لكن اقصد احنا لسه في حال او في وضع التشكل. وبالتالي التشكل ده لما انت بتعمل عمليه فيها تشكل، كل العناصر وكل التركيبات بتتداخل لخلق هذا التيار، وفي النهايه التيار الاكثر انضباطا والاكثر فعاليه والاكثر موضوعيه والاكثر نقد ذاتي لنفسه هو اللي هيستمر. عشان كده لما حد بيقول لي انتوا النموذج بتاعكم في العلمانيه ايه، مش لازم اقول له العلمانيه التركيه ولا العلمانيه الفرنسيه ولا لا، هو احنا عندنا ضوابط معينه متعلقه بالعلمانه. كل اللي احنا عايزينه انه يحصل فصل مش بس بين الدين والممارسه السياسيه، بين الدين والدوله. مسألة بقى الدين والفرد والدين والاجتماع دي قضايا ممكن نتكلم فيها. أنا عملت المدخل ده للحديث يا محمد علشان تقول لنا رأيك في فكرة من هو الذي يمتلك صحيح العلمانية، ده لو في صحيح العلمانية. مساء الخير. يعني أنا متأسف برضو، يعني لازم أنا أعتذر على الديستربنس، يعني بس عايز أعرف، وأنا مش عارف أخش بالكاميرا خالص مش كده؟ الشباب بيقولوا عشان المتابعين عندك مش كتير يا جماعة، أي حد بيشاهدنا من عند قناة علمانيون أو من عند ماجد يا ريت يعمل فولو لمحمد. طيب يعني anyway مفيش مشكلة، يعني المهم إن إحنا نعرف نتحاور، ده الأساس في الموضوع. ويعني تحياتي لكل الأصدقاء، والطرح اللي أنت قلته ده يعني مهم جدا. حتى العنوان ده كان مفاجئ بالنسبة لي وكويس، وأنا يعني مفاجأة كويسة، لأنه العلمانية يمكن يساء فهمها في الوضع الراهن. يعني في كتير من الألو. أيوة يا محمد كمل أنا سامعك. في كتير من الناس فهم العلمانية بشكل يعني ممكن في بعض التشويه. يعني هو طبعا الخطاب العلماني الحديث فيه تطور شويه، تاخد بالك العلمانيه زمان كان معظم رموزها يساريين، يعني وكان معظمهم يعني ما عندهمش مشكله مع مثلا الخطاب العروبي، او بعضهم كانوا مثلا قومجيه عادي يعني بالظبط. وهو انه بيحصل تداخل، على الجميع ان يدرك انه العلمانيه ملهاش علاقه بحاجات كتير بيتم الخلط بينها وبينها. العلمانيه دي مجرد مبدا، والمبدا الاول اخره انه يبقى في ابسط التعريف فصل ما بين الدين والدوله زي ما كلنا عارفين. انا يمكن شويه شايف انه ينبغي الفصل، ما لازم نقولها كده يعني، انه ينبغي الفصل بين الحياه والدين. وطبعا وغالبا بيبقى الخطاب العلماني موازي لشدة طغيان الرجعية في المكان اللي فيه، اللي بتنشأ فيه العلمانية. يعني لما يكون في مكان فيه طغيان شديد للدين زي ما حصل في فرنسا، فنشأت علمانية مخاصمة للدين. الخطاب العلماني الانجليزي كان متصالح شوية مع الدين، هو يعني اقصى عن الحياة وعن الدولة، لكنه يعني فضل ما هوش عامل معاه خصومة يعني.
عظيم. الواقع المصري انا شايف انه الموضوع لا شديد جدا، وبالتالي يتطلب خطابا مواديا شديد الوضوح والصرامه. هل ده معناه الاقصاء؟ لا، انا مش، انا اصلا هامش ومضطهد. يعني انت لما تيجي تتكلم على مين اللي بيعمل اقصاء، فروح بقى للي عامل اقصاء دلوقتي ومستولي على كل النوافذ وقول له والله انت اقصائي. انما تيجي تقول لي انا وانا لسه اصلا لسه انا خدت فرصتي، اديني فرصتي ولما اعمل اقصاء قول لي تعالى قول لي ان انا اقصائي، وانا ساعتها يعني هتكلم معاك وابقى اضطهدك مش مشكله بقى، وبعمل مع ضدي خطاب موازي يعني. فانا عايز اقول لحضرتك، والفكره انه في ارتباط حديث وانا شايفه ايجابي وجيد ومنطقي ما بين مثلا العلمانيه ودعم فكره مصريه مصر ضد الخطابات او الهويات الاستعماريه، وخصوصا الهويه الاستعماريه العروبيه، في ارتباط بينهم شديد وواضح. لكن برضو ده ما ينفيش الاصل في الموضوع، انه العلمانيه مجرد مبدا. تستطيع ان تكون علماني ولا ديني، وتستطيع ان تكون علماني ومتدين او يعني ومسلم ومسيحي، وتستطيع ان تكون علماني واهلاوي وعلماني وزملكاوي عادي يعني. يعني العلمانيه مجرد مبدا ليست دينا، ولا هي لها نصوص ولا لها رموز مثلا ينبغي الاقتداء بهم، لكن هو يعني تستطيع رباية الرجعية الدينية للعقل بتخليهم بيعملوا إسقاط من طريقتهم أو نظرتهم من السيستم اللي هم عايشين فيه على أي نموذج سابق. فهم بيتصوروا إن العلمانية دي والله كأنها دين موازي، وعندها ذات نفس الفكرة اللي موجودة في الرجعية من فكرة التحزب، وإن الشخص اللي يعمل حاجة فيها يبقى هو ده خلاص كده العلمانية. يعني مثلا يقول لك يحاول ينسبه للعلمانية انه جرائم ستالين، طب الاولى السبها الروسي عشان يعني هو روسي قبل ما يبقى علماني مثلا. الشيوعية، الشيوعية مثلا يعني الشيوعية على قبل ما يبقى كده، وبرضه هيطلع اللي يقول لك لا يمثل صحيح الشيوعية. مش معنى انت جرائم كل الناس اللي منتسبين اليك هتقولي لا يمثل داعش، انت بتقولي لا يمثل صحيح الاسلام، فخلاص بقى يعني. واصلا هو ده لا يجوز اساسا، يعني انت لا يجوز اساسا انك تيجي لواحد، يعني انت مثلا عشان انا اهلاوي النهارده تيجي تقول انه لو انا عملت جريمه ولا مشكله تقول انه انت مشكله انك انت اهلاوي يبقى انت الكلام ده منسوب للاهلي. فانت ده مجرد مبدا، لا يعني ان هو دين ومنظومه فكريه متكامله بتعيش فيه. قد تكون منتمي لاي منظومه فكريه او عقائديه وبرضه عندك فكره العلمانيه، وهي في الحقيقه هي تحمي المعتقد وتحمي المعتقدين في المعتقد، انه مثلا انه الناس دي اقليه او اغلبيه من حقهم انهم يكون لهم طقوسهم وعباداتهم وخرافاتهم، هم احرار. اللي عاوز يعبد ستار يعبده، اللي عاوز يعبد يهوى يعبده، اللي عاوز يعبد كريشنا يعبد كريشنا، وكل واحد حر، ولكن في اطاره الشخصي الفردي. اما المجال العام فهو مشترك عام، فهو انساني. ودلوقتي لازم يبقى كمان نحط عنصر علمي، يعني انت لما تيجي تحط قانون مش بس بقى زي زمان تعتمد بس على الاعراف والتقاليد وخلاص، لا، بتخش بقى الدراسات العلميه. يعني تيجي مثلا احنا مثلا هندرس مثلا ايه فكره الجواز والطلاق، ويكون عندنا اهداف معينه عايزين ندعم مثلا فكره الاسره ولا لا، ولا مش عاوزين. يجوز على فكره، احنا في النهايه عندنا مجتمع بيبقى له اهداف استراتيجيه من اجل البقاء ومن اجل رخاء الحياه وتحسينها. الرجعيه الدينيه لما بتهيمن على مكان تبقى هدفها انها تحط مفاهيمها ان اكشن، تعملها ابلكيشن في الواقع. يعني تخلي الناس تتكلم وتاكل وتشرب وتتصرف في حياتها طبقا للاوامر. عندنا احنا هي اوامر قبيله قريش الاستعماريه من 1400 سنه اللي بيتقال عليها دي. فانت دلوقتي لما تيجي تاكل، تيجي تشرب، تيجي تعمل زرع كليه، تيجي تعمل زرع بتنجان في الجنينه، لازم يجي يقول لك الشيخ قال ايه والازهر قال ايه، والازهر يطلع بيان خد بالك، والاستاذه ايناس الدغيدي بتقول والله انا قعدت مع جوزي مش عارف ايه قبل الجواز وعملت مساكنه وبتاع، فيجي الازهر مطلع بيان ليه يا عم وانت واصي علينا، والازهر ده ايه اصلا، منين خد الكلام ده؟ اهو ده بقى اللي احنا بنقوله ضد، اللي احنا ضده. هل احنا ضد بقى ان يبقى في مثلا مؤسسه بتدرس العلوم الدينيه بالمنطق الدعوي لوحديها؟ احنا يعني احنا ضد الازهر؟ لا، احنا ضد انه يبقى الازهر عنصر وافي على الحياه في مصر، بيراقب الناس، بيرصد الحركات،
ويفضل يطلع التعليمات ويفضل يتوغل ويتسرطن وينتشر في كل مكان وياكل من لحم الحي ويبقى لا ينتمي الى مصر ايضا، ويقعد يقول لك انا رجلي في الصين ورجلي في الاندلس وهو راجل يعني. طب احنا ما كناش، احنا مصر المصريه ما كنا عمرنا لا رحنا الصين ولا رحنا الاندلس، ولحسن الحظ ما فيش في اعلام الحروب الاسلاميه او العربيه اعلام مصريين يعني اذا ذكر حد يعني. فاحنا كمصر المفروض انه لنا دوله وطنيه حديثه بنحاول نعمل لها تدعيم ونقول انها تعيش في ظل خطاب علماني، يعني كل واحد ياخد دينه ويخش بيته يعمل الشويتين بتوعه وبعدين يطلع الشارع هو مصري. ده الاساس اللي بتعامل به مع بعض. لما تيجي تقول لي بقى في كل حركه وتكنه انه في وصي عليك، لا وايه وصي بقى غشوم يعني، يعني ياخد قرار وينفذ عليك وممكن يوديك السجن، وهو لو يعرف ياخد بيجرجر الناس الدغيري. بس طبعا في موضوعها ده الموضوع يتوقف على بيان، خد بالك. انما هو لو يقدر يعمل عليها اي شكل من اشكال الاغتيال هيعمله، الاغتيال بقى المادي بقى بايد حد من الاتباع وبعدين يتنصل منه، يقول لك برضه ده يمثل صحيح الاسلام على فكره، او بأشكال الاغتيال المعنوي اللي هي الشهيره بقى اللي احنا شفناها بكذا طريقه. والله عرفنا بقى ناخد نجرجر الزبون في المحاكم هنعمل، نحصره هنعمل، وهكذا. فاحنا عندنا خطابات يعني علمانيه مختلفه لكنها كلها علمانيه حتى وان اختلفنا معاه. يعني مثلا ما انت عندك العظيم الاستاذ الكبير اللي احنا اتعلمنا منه الاستاذ دكتور فؤاد زكريا، كان راجل يعني شويه قومجي يعني او عرب يعني، كانش دي مشكله معاه خالص خالص يعني، كانش فكره انه مصر تبقى جزء من الكل العربي، ده ما كانش مشكله معاه خالص. هل انا مختلف معاه؟ يعني انا لو جه واحد دلوقتي وقال لي ده على اساس بشري يعني عاوز هو عنده تصور، انا شخصيا بفسر ده انها حشاشه دينيه، لكن برضه هفضل محتفظ بفكره انه والله الراجل معايا في فصل الدين عن الدوله واقصاء المشايخ ورجال الدين عن الكهنه، اشوفهم في المناسبات، ولو حبيت اغمض عيني ما اشوفهمش في المناسبات يبقى ممكن ما اشوفهمش خالص. مش اتصبح بشيخ واتمسى بشيخ وافتح التلفزيون الاقي شيخ، وافتح الجورنال الاقي شيخ، وافتح كتاب المدرسه الاقي شيخ، واجي اكلم واحد صاحبي الاقي قدامي شيخ بعمه بس عامل واحد صاحبي بيمثل عليا متنكر في شكل واحد صاحبي، ما ينفعش. وكده خلاص الدنيا باظت. فهذا ما نقصده بانه احنا عايزين خطاب علماني رشيد وفي الوقت نفسه حاسم وصارم. لا يعني ذلك ان احنا نقصد اشكال من يعني اذا كان هناك ارتباط ما بين الخطاب العلماني المعاصر وبين فكره مصريه مصر والهويه الوطنيه، وانا شايف خطابات جميل مش وحش، لكن انا شخصيا مش ضد اي شيء يحقق المصلحه في الوقت مهما كانت افكاره، ما دامت منطلقه من الارضيه الوطنيه المصريه، ان احنا مصريين ويجمعنا الرابط الوطني اساسا، وكمان بننطلق من فكره المصلحه. انما انا بتيجي تقول لي انه والله انا هنطلق من انه هناك ربنا قال لي والرسول قال لي والشيخ قال لي والفقيه قال لي والبتاع قال لي، يعني طب وانا منين الكلام ده؟ طب انت بتقول كده، افرض ان انا يا اخي لا دين، افرض ان انا مسيحي، يعني افرض ان احنا عندنا بهائيين غير معترف بيهم نتيجه الهيمنه الدينيه الراجعه على الواقع، مش معترفين بالبهائيين دول ناس يعني مثلا كم مليون دول؟ مليون ولا اثنين ولا ثلاثه؟ مش عارف انت لو فرد واحد حقه بوذي مسيحي اي مكان، لكن طبعا الرجعيه مهيمنه وحتى في الدستور ومش معترفه بده كدين اصلا. فهل هذا منطق؟ ده يتماشى مع فكره المواطنه؟ يعني يتماشى مع فكره الوطنيه؟ يتماشى مع فكره مصريه مصر؟ ما يمشيش. فاحنا مش الفكره العلمانيه يعني ربطها يعني، هو اصل ده يعني دي مغالطه شهيره يعني في المغالطات المنطقيه، هي المعروفه برجل القش، هو بيشوه الخطاب العلماني علشان خاطر يعرف ايه يهاجمه. يعني هو عنده تصورات قومجيه فبيعتبر انه حد يقول لا ده خلاص كده انت كده بتشوه العلمانيه. طب يا سيدي ما تعالى قول لي انك انت علماني وتعالى بقى دافع عن فكرتك عادي يعني. طيب محمد، انا عايز اشرك معاك حد في تعليق مهم هو كاتبه لك، هو في نفس الموضوع. الدكتور داوود، تحياتي ليك، سؤالي لماذا تسخر من آيات القرآن في أكثر من فيديو؟ يعني حاول تجاوب على ده في إطار الخطابات العلمانية. لا هو ده يعني أنا آسف يعني حتى لو بحسن نية، ده راجل يعني يريد أن يسيء إلي، ده غير صحيح.
نحن نحن نختلف النصوص الدينيه مش علشان خاطر احنا يعني عبيد او احنا خايفين او لا، هو مبدا علماني اصلا. النص الديني والفكر الديني اصلا لا تعنينا، يعني انا لا مش بفكر فيها اصلا، فانت حطها في مكانها. اوكي، حطها فين؟ في الجامع بتاعك وعيش حياتك. انت بقى تيجي تحشرها في زوري، ما انا مش هقدر، مش عارف ابلعها اعمل ايه. طيب يعني انت جاي حاططها في غير مكانها اصلا، فما اصبحتش مهفيه، السياق بغير المعنى. يعني انت الكلمه الواحده تحطها في جمله بيبقى لها معنى، تحطها في جمله اخرى بيبقى لها معنى اخر. فانت لما بتيجي تحط النصوص الدينيه او اي تصور ديني في سياق غير مكانه، في مكان غير مكانه، مكانه فين؟ في الجامع. حطيته بره الجامع ما بقاش دين، ده بقى احتلال بالنسبه لنا احنا بالذات، لانه مرتبط بالغزو العربي وما زال لحد الان فهو مرتبط بكده. يعني مثلا انت مثلا الميكروفونات الجوامع 400 مره بقى 500 جامع في وقت واحد، وكل واحد عليه 500 ميكروفون وبيعملوا في وقت واحد، هو ده دين؟ يعني اذا قلنا انه يبقى اصلا الوقت اتغير والدنيا، وانا اصلا ممكن اعرف كل الناس بتبقى عارفه مواعيد البدا، ما عادش زي زمان، لكن ما علينا. طيب يعني ابقى انا اتعامل معاك كدين؟ يعني انت تيجي تعمل فيها الجريمه وتقول لي ده ربنا اللي بيقول؟ طب ما هو دايس ايه عند داعش؟ ما هو بيجي يعمل الحكايه مع ضميره مستريح جدا على فكره، ويمكن صادق اكتر منك. يعني الاخ اللي بيتكلم ده ممكن يكون ما يجيش لا مؤاخذه في حاجه، في واحد داعشي راح فجر نفسه من حيث الصدق عن نفسه، ده راجل راح صدق قوي قوي قوي. لازم نكون فاهمين ده كويس، وعلى قد ما احنا بننقد موقفه يبقى فاهمين ان الشخص ده شخص صادق مع نفسه للغايه، واصدق من ناس كتير قاعدين في التكييفات وفي القصور وبيدفعوا الاخرين لانهم يموتوا. الفكره ان احنا مش ما احناش ضد انه واحد يبقى عنده نص ديني، احنا نحترم ان هناك نص ديني، وانه في وان كل الناس عندها خرافاتها وكل الناس عندها اديانها وكل الناس بخير. بس يا حبيبي بيت مع نفسك، انت بتفرضه عليا في الواقع، فانا بعمل ايه؟ اعمل ايه انا يعني؟ يعني انت متصور ان كل الناس لازم تبقى زيك وعلى ماسك، ويا اما اقول اللي انت عاوز تقوله يا اما ابقى شرير وسيء. فانا اسف جدا، الاخ اللي قال ده هو غلطان ويريد ان يلصق بي قدام الناس شيء غير صحيح، لم يحدث هذا. انا شاهد عيان على ده يا محمد، بس انا ببعت لك السؤال ده علشان الناس تتفهم نقطة مهمة قبل ما ندي الكلمة لماجد او التعقيب لماجد، انه يا جماعة العلمانية لا تأخذ موقفا هجوميا ضد الدين، الدين هو اللي بيسيطر على المجال العام، والعلمانية هي محاولة لاسترداد المجال العام لما هو انساني. الموضوع بسيط جدا، يعني اجيبها لك بمثل متهافت، احنا ناس وحشين جدا عاوزين نحتسي الجيعة، والجيعة من وجهة نظر حضرتك حرام، مين هنا اللي بيعمل هجوم؟ حضرتك اللي بتعمل هجوم ان انت بتنتقص من حقي في اختيار النمط المعيشي بتاعي او السلوكي بتاعي. فلان عايز يغير دينه، فلان عايز يشوف نفس الدين اللي معتقد فيه بطريقة مغايرة، حضرتك بتقول له لا الدين بتاعي كذا، فانت اللي بتمارس استلاب للمجال العام. العلمانية هنا في موقف دفاع وليس في موقف هجوم. ويعني تأكيدا لكلام دكتور محمد داود، انه اللحظة اللي هتعود فيها الممارسة الدينية للنطاق الفردي الذاتي، لان دكتور محمد قال حاجة، قال لك فصل الدين عن الحياة. شوفوا بقى انا ومحمد داود يعني بينا احترام وحب، ويعني يمكن خطابنا الى حد بعيد متصادق، بس انا مختلف معاه في النقطة دي. ممكن نقول فصل الدين عن المجال العام، لانه الحياة اشمل شوية من فكرة المجال العام. ممارستك للدين في المجال العام بفوقية او بسلطوية هو اللي بيعمل مشكلة. لكن اعتقد يمكن محمد يصحح ده، انه لو حد عايز يصلي مش هنقول له حاجة، بس انت احنا عندنا مشكلة انك تمارس حياتك وتمارس وظيفك وتمارس مهنيتك وتمارس تواصلك الجماهيري وتواصلك الانساني من المنطلق الديني، لان منطلقاتنا الدينية مختلفة. طيب ماجد، نسمع تعقيب وبعدين نرجع الكلمة لمحمد داود نجم لقائنا النهاردة. ماجد انت سامعني؟ ماجد. أنا سامعك يا سامر، بس أعتقد الإنترنت عندي وحش. طيب لما يبقى كويس ممكن تديني بس كده إشارة دقايق بالظبط وأبقى معاك. منتظرك. اتفضل يا دكتور محمد على مسألة تعليقي على مسألة فصل الدين عن الحياة ولا فصل الدين عن المجال العام.
هي تعبيرات لمسمى واحد يعني، الفكره ان بقولها كده. ما انا عايزك توضح، انا عايزك توضح وجهه نظرك عشان الناس ما تاخدش ده سلوجان ايه ده محمد يقول لك عايز يفصل الدين عن الحياه. لا فهموا ماذا تقصد بفصل الدين عن الحياه. انا لما بقعد قدام التلفزيون والاقي واحد بيقول لي اتبرع مش عارف ايه علشان خاطر خش الجنه، لا ما ينفعش الكلام ده. انت كده بتخش بتدخلني برضو في سكه في السياق الحالي. احنا كده بقى دخلنا في سكه برضو انه توغل الدين على الحياه وابتلاعه لكل شيء. فعل الخير لا ينبغي ان يمر من الطريق الديني الا من داخلك، تبقى نيتك جوه بقى في بيتكم. انما بينا في العلاقات البينيه ما ينفعش تقول لي حاجه انطلاقا من غيبيات. ينبغي ان نكون عندنا ولاء لشروط الواقع. انت لما تيجي تعمل كده بتدعم فكره يعني شويه عصبجيه في الموضوع. طب يعني انت مثلا هل معنى كده انه لو جارك اللي مختلف في الدين كده يعني ملوش في الخير ده؟ يعني انت يعني هتجمع انت الفلوس على اساس ديني؟ ما هو ده عامل زي ايه مثلا انك بتتبرع للنادي بتاعك، فانت كده ده مش خير بقى، ده حاجه ماجوره بقى. وده حاجه يعني انه هتبقى حاجه فيها تجاره. يعني انا هاخد حاجه يعني انا مش بعملها اصلا، ده مش خير ولا حاجه يا حبيبي، ده انت ماجور عليها وتاخد 10 امثالها حسنات وحاجات من دي وعاملها. وبعدين اصلا شروط الصدقه والمش عارف ايه في المنظومه الدينيه الرجعيه بقى انه لازم تكون الاول لمسلم كده، برضه بتبوظ البعد الانساني للموضوع وتبقى ضد فكره المواطن. وهنرجع تاني نقول احنا كده مش هنبقى مع الدوله الوطنيه وكده، برضه خرجنا من الموضوع. عشان كده الخطاب العلماني الحديث شائم، ابقى مرتبط بفكره الدوله الوطنيه، وفكره الدوله الوطنيه الحديثه على اساس الحداثه، لانها دايما بتيجي جايه عند النقطه دي، لان السيستم اللي موجود دلوقتي كما نقول دائما وليس دينا، وتحول من دين الى احتلال، تحول من دين الى ايديولوجي سياسي استعماري، ان انا عاوز احتل البلد دي والتزع الحكم فيها كاملا. فالفكره انه طالما انت بقى بتجاي بتقول لي كده بالشكل ده، فانا مضطر اقول لك بالواضح الصريح، لا يا حبيبي ابعد بعيد عن الحياه. بص انا ما عنديش مانع في المستقبل البعيد نوصل لمنطقه في الوسط. هو الفكره بعض الناس اللي بتتصور انها لما تيجي عاوزه تعمل تفاهم مع الاسد، يعني نقعد نتحاور يعني. لا انت من دلوقتي انت لازم تكون واضح وصريح انه والله الفكرة الدينية دي في النهاية يا جماعة دي فكرة قلبية ظنية قايمة على الوراثة أساسا، وظروف وصدف تاريخية كتير. يعني أنت أبوك محمد وأمك فاطمة، خلاص بقيت مسلم. أبوك جرجس وأمك تريزي، أنت جرجس بقيت مسيحي. أبوك مش عارف مين بقيت بوذي، بقيت هندوسي، بقيت لاديني. يعني ظروف. فأنت دلوقتي عاوز تفرض دهون على الواقع ازاي؟ يعني دي اشياء كلها ايمانيات وظنيات، لازم تعترف بده. انت بقى عاوز تحوله ليقين معرفي وتخليه يحكم في الواقع ويقول لك مثلا تعمل نقل اعضاء ولا لا؟ تعمل اجهاض ولا لا؟ تتجوز ازاي؟ تطلق ازاي؟ تاكل ازاي؟ تشرب ازاي؟ تتعالج ازاي؟ يا راجل ده بيتدخل في العلاج والطب والدواء. بيتدخل في حاجات يعني بصراحه حاجه يعني منتهى. يعني ما يقعد شيخ يقعد كده ينجعس كده وبعدين يقول لك اعمل مش عارف ايه وما تعملش ايه علشان يعني ايه التبجح ده؟ يا اخي طب تواضع شويه. يعني هي الفكره ما فيش حد في الدنيا ممكن يتكلم في كل حاجه الا الناس اللي منطلقه من هذا الخطاب. يتكلم في كل حاجه بمنتهى البجاحه وبحاجات بقى، في حاجات مثلا يكلمك عن الاعمال السحريه، عن الحسد، ايه عن المش عارف ايه. فهي طب ده كله يا جماعه سقط، خليه هو الصدق الكامل، لكن هو عنده ما فيش عليه دليل. في النهايه ديت يا جماعه ظنيات، وانت ما ينفعش تفضل تدافع طول حياتك عن حاجات مزروعه جواك مش بتاعتك. فانت وكمان انت بتفخر بايه وعمال نفخ لنفسك عشان ايه؟ يعني ايه انجازك في الحياه وتخش تقول لي الحمد لله على نعمه الاسلام؟ يا عم هي اعظم نعمه في الدنيا، بس انت عملت ايه عشان تحصل عليها؟ يعني انت بالصدفه كده لقيتها في خلاص يعني. فشيء من التواضع. ومعلش يعني على فكره انه الدين يبقى دين حاجه عظيمه جدا مش وحشه، وحفظا له من اي حاجه، لان هو قطار الحياه سوف يدهس اي شيء من اي شيء ضده. فهي تباصص تحت رجلك، خلي بالك انت سامع. طبعا اي طاغيه لما بيزيد طغيانه بيشعر بالقوه فما عادش بيهمه. يعني ممكن في بدايه حداثه عهده
ولسه مش متملك قوي من الواقع، بص تلاقيه شويه يعني بيبقى حبه ايه يعني يحاول ياخد ويدي كده، زي الرجعيه الدينيه كده. في البدايه محمد عبده قال لك لما راح اوروبا رايت اسلاما بلا مسلمين، وجيت هنا رايت مسلمين بلا اسلام، ومش عارف ايش يعني. بعدين بعد ما تمكنوا انت شايف بقى منتهى الاستسلام اي حاجه، اي حاجه ايجابيه يا محمد هو ده الاسلام. يعني البرازيل تحقق كاس العالم، حققوا كاس العالم لانهم مارسوا صحيح الاسلام. امريكا تحقق اعلى ناتج محلي اجمالي في العالم لانها تطبق صحيح الاسلام يعني، وهكذا. طيب هناخد مداخله من ماجد ونرجع تاني لمحمد في سؤال اعتقد انه كاشف للعديد من التشاحنات العلمانيه من وجهه نظر اللي شايفها متهافته. ماجد انت سمعنا، تقدر تعمل المداخله دلوقتي؟ قادرين تسمعوني دلوقتي؟ انا سامعك كويس، اتفضل يا ماجد. انا بس عايز اقول لك على حاجه قبل ما يعني، في سؤال تم توجيهه كده في المطلق، ما اعرفش هل ممكن تكون متحمس او متحفز لاجابته. احد الاصدقاء كاتب انتوا ماسكين في السلطه الدينيه وسايبين السلطه العسكريه، ف ممكن تسمعنا رد ليه فعلا احنا ماسكين في السلطه الدينيه وسايبين السلطه العسكريه؟ حاضر. ما انا كنت يعني اعتقد بشكل او باخر انا كنت هعرج على الموضوع ده. اولا خليني اقول لك مساء الخير يا احمد، ومساء الخير دكتور محمد. اولا خليني اشكركم على الاستضافه اللطيفه دي، واقول لكم ان انا واحمد سامر هنكون موجودين مع بعض هنا على تيك توك يوم الخميس الساعه 10 عشان نتكلم عن التهم الموجهه للعلمانيه. ولسه كنت بكلم دكتور محمد داوود عشان نرتب لقاء احنا كمان في ظل احتفالي بشهر عيد ميلادي المبجل ده اولا. ثانيا خلينا نخش في الموضوع اللي انت بدات بيه، وهرجع لسؤالك في الاخر. الموضوع اللي انت بدات بيه الا وهو الفيديو الشهير بتاع دكتور محمد داوود اللي انتشر والناس كلها قامت عليه. هي الفكره قايمه من فكره القولبه اللي حصلت في السنين اللي فاتت، فكره الراي الواحد، فكره ان احنا ما عندناش غير راي واحد. دول بتوع الاسلام، اي حد يختلف معاهم مع الناس دول في اي كبيره او صغيره لا ده مش المسلم الحقيقي. ده وضع نفس الموضوع ده على العلمانيين، مع ان انا وسامر ودكتور محمد داوود لو دلوقتي سالتنا على راينا السياسي احنا الثلاثه اربع قضايا هنختلف، صح؟ احنا هنختلف، لكن المظله اللي تجمعنا ان احنا قادرين نختلف من غير ما نطير رؤوس بعض. هي دي النقطة، قادرين نعيش مع الاختلاف ونطلع ونتخانق أنا وسامر، ونطلع نتخانق أنا ومحمد داوود، ونطلع نمسح بأفكار بعض الأرض، وكل واحد يفضل كتافه بتاع رقبته موجودة على كتافه عادي. القولبة دي هي ده اللي جاب لنا المشكلة. مش قادرين يفهموا إن في ناس تجمعهم الفكرة الكبيرة اللي اسمها العلمانية ويبقوا مختلفين سياسيين عادي، عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص. وزي ما دكتور محمد داوود من شويه قال اتكلم وقال موضوع تدخل الاسلاميين في المجال العام. يا حبيبي العلمانيه مش هتمنعك ان انت تبقى متمسك بدينك. يعني على سبيل المثال انت دلوقتي لما تروح للازهر وتساله على راي ديني في زراعه الاعضاء، وتروح واخد الرأي الديني ده ومعممه على الناس كلها، انت كده خدت مني الحق ان انا اتبرع بأعضائي. لكن تعالى فكر معايا كده، معلش هنستأذنك يعني هنتعبك تشغل دماغك شوية. انت دلوقتي لو التشريع عندك بيقول بجواز نقل الأعضاء، الناس اللي عايزين يتبرعوا بأعضائهم بعد الوفاة مثلا، في حد هيجي يقوم واخد حتة من جسمك ويقوم ما يقول لك انها معلش مزلوقين في كلية، معلش الدهنة؟ لا، ما انت هتقدر تكون محتفظ بحقك في عدم التبرع بالاعضاء عادي، مش هنمنعك من ده. لكن انت لما بتاخد الرأي الديني بتاخد الرأي الديني وتعممه عليا. لما بتاخد الرأي الديني من الشيخ اللي هو ما اخر حاجة يعرفها انه اذا كان المية لو وصلت للكوع يبقى توضى ولا لا، او تيجي تاخده في رأيه في زراعة الاعضاء وتقوم معمم الرأي ده عليا، ما انا لازم اهاجمك طبعا، طبعا لازم اهاجم الرأي ده وامسح بيه الارض كمان.
احنا دلوقتي لو بنتكلم في قضيه مثلا زي الاجهاض ولا زي السماح بالتبني، حبيبي هو انت لو مسموح بالتبني وانت عايز تفضل متمسك بدينك، او انت رايك ان الدين مانع التبني، حد هيجي يحط عيل على رجلك وانت قاعد في الاوتوبيس ويقول لك والله ما هو راجع بيه؟ ما مش هيحصل. انت هتقدر زي ما انت بتقدر في اي دوله علمانيه من الدول المتقدمه تقدر ان انت تفضل تتجوز من دينك ومن طائفتك وما تتبناش وحتى تقسم ميراثك طالما كلكم مرتضيين تقسمها بالطريقه اللي انت عايزها، ما حدش هيجي جنبك. لكن الفكره كلها ان انت دخلت على حقي انا في حريتي ان انا اتبرع باعضائي، حريتي ان انا اتبنى، حريتي ان انا حتى اقسم فلوسي بناء على الراي الديني بتاعك ده. فبناء على كده انا لازم امسك الفكره بتاعتك دي امسح بيها الارض. والناس زينا كده اللي ممكن ما نكونش في خلاف ما بيننا احنا الثلاثه، انا وسامر ودكتور محمد داوود، ان احنا شايفين ان بلدنا دي مسحوبه مننا، شايفين ان بلدنا دي كانت في يوم من الايام عندها تشريعات احسن من كده مليون مره، شايفين ان هي كانت متقدمه فكريا وفنيا وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العمراني وكل الكلام ده، جيت مسح باستيكا بكلمه واحده ان ربنا قال كده. خلاص يا سيدي، انت ربنا ربك قال لك كده، اتفضل اعمله ونشجعك بشده ونشاط. ولو حد جه على حقك ومنعك ان انت تمارس حقك ده، احنا شخصيا هتلاقينا اول الناس اللي واقفين معاك. يعني لو واحد مثلا بيرفض زي اسمهم ايه المجموعه اللي اسمهم الامش اليهود اللي موجودين مثلا، دول بيرفضوا اي حاجه حداثيه خالص، ولا حتى التبرع بالدم بيقبلوه. لو انت من الناس دول وعايز حتى تقول على نفسك ان انت حرام التبرع بالدم، وحد جه قال لك وقفك وقال لك اديني شويه دم، نقف معاك انت، لان ده حقك انت. مش عايز تتبرع ما تتبرعش، مش عايز تقسم ورثك غير بالشريعه الاسلاميه ما تقسمش، مش عايز تتبنى اطفال ما حدش هيجي يجور على حقك، بالعكس احنا نقف معاك. النقطة الأخيرة اللي كان السؤال بدأ بيها، ليه ما بتهاجموش السلطة السياسية زي ما بتهاجموا السلطة الدينية؟ والله الحقيقة أنا ما عنديش مشكلة خالص في مواجهة السلطة السياسية. أنا شخصيا سامر أهو صاحبي وبيهاجم السلطة السياسية ليل ونهار، وأنا ما عنديش مشكلة معاه خالص. اتفضل يا سامر. أنا هقول لسامر ما تهاجمش. سامر شايف إن الحل في جزئية معينة في انتقاد السلطة السياسية. مثلا انا والدكتور محمد داوود شايفين ان والله مش قوي يعني بس سوري ماجد اسمح لي في الحته دي، انا عايز اوضح النقطه دي يا جماعه. الافكار الدينيه والرجعيه الدينيه والاسلام السياسي اولا وثانيا وثالثا، وانا بقول بوضوح شديد يعني كده ممكن نحطه في فريم كبير يا ماجد، لن يحدث التحول الديمقراطي في مصر طول ما هوى المجتمع الاسلامي. هو المجتمع الاسلامي يعني كده المجتمع هواء اخواني عشان نكون واضحين، بس الاخوان مش تنظيمه بس، الاخوان فكره. فعشان كده لا، هو بس الفكره ان انا عشان ليا ممارسه سياسيه وتطلعات انه يبقى احسن انفراجه سياسيه وغيره، فده بيحصل. لكن في النهايه انا بشوف انه السلطه الدينيه هي الاكثر تشعبا وتدخلا وتمسكا وتعطيلا للحداثه. التحول الديمقراطي من وجهه نظري الشخصيه اسهل بكتير قوي من التحول العلماني. عشان كده انا جل معركتي مع الاصوليه الدينيه. اتفضل يا ميكي. ما هي دي النقطه اللي انا كنت حابب اضيفها، فكره اللي انا كنت قلتها من شويه، فكره ان انت المتحدث باسم الاله، دي فكره من الصعب جدا ان انت تتكلم فيها مع الناس. يعني اي حد ايا كان توجهه طالما خلاص خد الاله في ظهره، خلاص يبقى الفكرة بتاعته دي مش هتعرف تناقشها فيه خالص. بقية الأفكار ينفع تناقشها عادي، ينفع تقول إن الشخص ده ما لم يسدد في الحكم، ما خدش القرار السياسي ده بالشكل المظبوط، مش مشكلة عادي هتتكلم معاه. لكن للأسف لغاية أقل مستوى في الناس، وأنا الحقيقة الفترة اللي فاتت دي عامل تجربة أعتقد إن هي لطيفة، وإن أنا بدخل جولات مع الناس في هنا في التيك توك وأكلمهم في المواضيع الإنسانية. للأسف العقول مستلبة تماما. بقول للشخص، أقول له لو حد أهداك مصحف، حد مسيحي أهداك مصحف في مناسبة دينية عندك، في الـ في الـ في الـ في المناسبة الدينية اللي جاية بتاعته، هتهديه إنجيل؟ تهديه صليب؟ لا.
لا مش هيهديه. ليه؟ عشان الاستلاب الفكري ده هو مش قادر يفكر بنفسه، لازم يرجع للشيخ، لازم مش حتى الحاجات الإنسانية مش قادر يشغل دماغه فيها. أنا آسف ومش عايز أطول على حضراتكم، وشكرا جزيلا لي. نورت يا ماجد، ونتمنى دايما تشاركنا بهذه الأفكار في كل البث اللي هنعمله الفترة الجاية. دكتور محمد، السؤال الأدق جاي لك من ودني جون ميلز. السؤال الأدق: لماذا دوما يتم تناول مفهوم العلمانية في الارتباط بالديني؟ مفهوم شمولي أكتر، يعني هو بيشوف أنه العلمانيين بيستحضروا الدين بشكل مقحم في مسألة العلمانة اللي هم بيسعوا ليها، مع أن احنا بنقول العلمانية ملهاش علاقة بالدين. فممكن نفند هذا التصور أو هذه الفكرة؟ تفضل. ما هي أصل المسألة نسبية يا جماعة، في واقع احنا بنتحرك من خلاله نستهدفه، يعني احنا بننطلق منه ونستهدفه. بننطلق منه ازاي؟ بنشوف اشكالاته. بنستهدفه ازاي؟ بنقترح على فكرة، يعني احنا لا نزعم ان احنا عندنا الصواب، بنقترح والله الحلول. احنا طب الهدف ايه؟ تحسين الحياة. طيب احنا الواقع بتاعنا مشكلته ايه؟ تشخيصك ايه؟ انا عارف ان في بعض الناس عندها تشخيص سياسي لإشكالات الواقع، لو أن بيستبدلوا السياسي بالمعرفي كأساس لإشكالات الواقع. السياسي أنا تقديري إن السياسي جزء من المعرفة، السياسي ده تعبير عن العقل السائد في أي مجتمع. طبعا هو انعكاس اللي هيتحط في المحتوى السياسي هم منتج لهذا المجتمع وتعبير عنه بشكل ما. ومع ذلك احنا ما بنحجرش على حد في انه يقول اللي هو عاوز، مش كده؟ يعني لو واحد عاوز يقعد يتكلم في حاجات السياسه دي ليل نهار، اتفضل يا بيه، مش في تخصص. فانا كنت هنا عاوز اجاوب، يعني ضمن الاجابه على السؤال ده، هو على السؤال بتاع انت بتتكلم في الحاجات دي ليه مش بتتكلم في الحاجات دي ليه. طب ما هو ده كلام مش منطقي. انت اي واحد متخصص في البطاطس ممكن تخش تقول له طب ليه ما بتتكلمش في الكوس؟ طب يا بيه ما ده مش تخصص، يعني انا مش بفهمش فيه، والله ما بفهم في الكل. ومش اولويتك يا محمد، يعني اكيد انت مع الرفق بالحيوان ومع جماعات انصار البيئه ومع بس انت منشأ دي القضيه من وجهه نظرك اللي شغال عليها. هو ليه اهتمامات او شايف قضايا اخرى يشتغل عليها، يعني الموضوع بسيط. ايوه يعني هي بقى، يعني ما هو ضيف على ده كده، والله انا تشخيصي بقى للواقع ده اللي احنا بنتكلم فيه. والله احنا تشخيصنا للواقع ده هو انه في مشكله عقليه عميقه اساسها تسلط الدين على العقل 1400 سنه مستقر. تشخيص الشخص كده، لعلي مخطئ فعلا، لعلي مخطئ فعلا، وجايز انا في ضلال شامل، بس انا اوعدك بالصدق. الفكره تيجي منين بقى؟ في اللي بيقول عليه ماجد من شويه، انك انت بقى شايل لي سيف اصلا. انت اصلا ترفض ان يقال اي شيء غير المتقال الرجعي، عشان كده بقول لك ده مش دين بقى، ده حكم وسياسه وحكم ديكتاتوري. صحيح. ابد هو عاوز حكمه اللي ينفذ، يعني انت مش عاوز، يعني مثلا السجاير عندك حرام، بتقولها انت كلمه حرام ان هي مش حرام، هي بس قانون عندك يعني، فخلاص يبقى خلاص. قول البعير ده شفا وخمير والناس كلها تشرب، خلاص بقى قانون. وتخلي الجامعات تعمل دراسات وتطلع وتقول ده في فوائد بالعافيه كده اهو. انا اوريك فيديو للشيخ عبد الله رشدي بيتكلم عن ان بول البعير حاجه مفيده على فكره، يعني فشيء غريب جدا. فهي الفكره انه احنا عندنا تصور انه والله احنا بما ان احنا عايشين مع بعض، فتصورنا الطبيعي يعني ان احنا هدفنا ان احنا نعيش حياه افضل. انا عارف ان هدفك تخش الجنه، بس مش لازم تكون على حسابي، يعني مش لازم يكون حياتي ثمن تذكره دخولك الجنه، مش لازم تكون يعني مش بس حياتي، ده ساعات دمي تذكره دخولك الجنه. فانت شايف انه تذكره دخولك الجنه ان البلد دي تكرس للنهار، يعني النموذج المثالي ايه؟ هنقوم الصبح كلنا نصلي الفجر ونقعد نقرا قران، وبعدين نروح الشغل نقرا قران، بعد ما نروح المدرسه نقرا قران، وبعدين من العلم نقرا قران. طب يا سيدي ما تروح اقرا انت لوحدك، وبعدين ايه؟ كله لازم يبقى منصاع. وعلى فكره لازم ننضبط في شكل بقى عسكره بقى، ما هي احنا طبقا للمنظومه الدينيه الرجعيه احنا هنغزو بكره، لازم نلبس زي بعض زي بعض ونشرب زي بعض ونتكلم زي بعض، او زي الجنود. ما هو العساكر في الجيش لازم ايه؟ بيبقى في قوالب كده يلبسوا زي بعض، الحشد والتعبئه. فانت عاوز كده، فانت عاوز تفرض ده. انا بقول لك لا، بقول لك لا ده ما ينفعش،
مش علشان ده وحش في شر ولا في ذاته، لا انا بقول لك ان ده لا ينتج حياه جيده. هو في ذهنك انه هينتج جنه موعوده، يا سيدي جود فور يو، اعمله مع نفسك بقى. انما المجال العام يصبح ملك للجميع وتتحكم فيه الاراده البشريه، الاراده البشريه اللي ممكن تكون تاخد شكل ان شاء الله حتى اعراف وعادات وقليل، وهيخش فيها الدين بشكل مباشر او غير مباشر، يعني مفيش مشكله لما تيجي تحط قانون، بس هيبقى الاساس والعصر الحديث في الحقيقه هو العلم. تيجي تحط قانون في الجواز مثلا والطلاق، لا بقى هات بقى علماء الاجتماع وبرضه الاقتصاد والسياسه ويقعدوا مع بعض كده ونشوف بقى الدراسات اللي في الواقع بتقول ايه، الدراسات الحقيقيه، الدراسات العلميه، مش الدراسات اللي عليها هيمنه دينيه رجعيه اللي هي بتبقى منحرفه المفروض قبل ما تخشها اصلا بتبقى النتائج معروفه قبل ما تخشها. دي مش دراسات علميه يا حبيبي، دي دراسات دعويه، زي عندنا جامعه كده اسمها الازهر، دي مش جامعه علميه، دي جامعه دعويه. يعني دول مش بيدرسوا مثلا التراث الاعرابي حتى من منظور نقدي، هو مرفوض اصلا ان مصر تبقى مكرسه او يبقى عندها ما هو ده الفرق بقى بين العلمانيه والحكم الديني، طبعا محكوم عقليا باراده دينيه رجعيه يقال انها دينيه رجعيه، ولكن هي في الحقيقه احتلال اعراب، احتلال بمفاهيم التراث الاعرابي القديم. فهي دي الفكره، احنا هنا مش بنقول والله ان انت شرير في ذاتك او انك انت ما تعملش، لا يا حبيبي اعمل براحتك، بس المجال العام ده ملك للجميع وتحكمه الاراده البشريه وهدفه تحسين الحياه، اما دخول الجنه فهي مساله فرديه. وانا ممكن اقعد اخش معاك حجاج من داخل السيستم نفسه، وده فرق اخر ما بين الخطاب المعاصر الحديث ما بين خطابه اخر، يعني اذا جاز التعبير، يعني كانت الخطابات القديمه يعني كان حد فرق فوق ده كمان، كان بيتكلم من داخل المنظومه، ما كانش، ومع ذلك طب انت رايك في ده يا محمد ايه؟ معلش يعني في مساله الخطابات العلمانيه المعاصره بقى، هنا بنتكلم نقاش علماني مش علماني واخر، هل شايف انه يمكن ان ننجز؟ انا طبعا زي ما قلت لك في بدايه الحلقه انا مع كل الخطابات، يعني نظريه الاواني المستطرقه دي انه يعني كل الخطابات على المستويات الثلاثه، انك تصطدم بالنص او انك تقفز على النص او انك تحاول تصلح من النص، لكن انا هقف عند الخطاب الاول وهو فكره الاصلاح من داخل النص. هل شايف انه ده بشكل براجماتي او بشكل عملي منجز في توليد تغيير علماني حقيقي؟ يعني ابرز الناس المشاركه في هذا الخطاب السنين الاخيره يمكن اسلام البحيري او ابراهيم عيسى كمان، رايك ايه؟ شايف الخطاب ده؟ انا عاوز او اي حد من اللي بيسمعنا يديني مثل واحد قامت فيه المؤسسه الدينيه الرجعيه او اي مستوى من مستويات الرجعيه الدينيه بمبادرة وقالت كده يا مجتمع انت في عندكم حاجات وحشة غلط كويس، فدي مبادرة لتحسين الحياة هنعمل كذا. اللي بيحصل دايما ايه؟ ان الحياة بتكتسح الامر فبتضطر الرجعية الدينية انها تقطع. يعني مثلا لما جينا نقول والله قاسم امين طلع قال والله يا جماعة المرأة ما ينفعش، احنا بس هنعلمها بس يعني تعلم يعني وبقى حق انها تشتغل. شيخ الازهر طلع مش عارف اسمه ايه كده، شعر السدر حسين ولا حاجة كده، حاجه كده يعني، طلع كتاب في ناس كتير طلع هجمته كانت هتموت. وبعدين بعد كده لفت الايام وهم نفسهم بعد ما ارغموا واضطروا بقى عندك كليه البنات في الازهر وفي مش عارف في ايه، وطبعا برضو في محمد انت عارف انه هندسه الازهر دي كانت يعني ممنوعه على البنات لحد منتصف العقد الاول من الالفيه الثالثه، يعني لحد يمكن 2006 او 2005 ما كانش في حاجه اسمها ان البنات تخش كليه الهندسه جامعه الازهر. هو تخيل يعني ارقامه على كده املاءات شروط الواقع التطورات فيه ثقه للحداثه الواقع بيقول، التاريخ بيقول ان هو عمره ابدا ما يبادر بالخير ابدا، هو ما تلاقوهوش على فكره ابدا الا في القيود والمحاذير والتحذير، ما بتلاقوهوش ابدا في شيء لصالح حريه الانسان وكرامته وحياته ومستقبله، هو دايما راشق في الاشياء السلبيه. اديك مثل تاني في ختان البنات، ارغم باراده سياسيه وضغوط يمكن من منظمه الصحه العالميه، ضغوط ارغم على انه والله في النهايه فوت قانون يجرم ختان الاناث وبعدين بقى في قانون عندنا كده فعل. طيب
في الواقع بقى في الحقيقة لا الختان بيحصل في معظم الأحيان بيحصل تحت مسمى التجميل، يكتبوا كده في الورق كلام وبعدين في الواقع بيعملوه معظم للأسف يعني ما فيش تغيير ملموس لسه في الواقع بناء على هذا القانون. فالفكرة انه والله انا غير معنى هو يصلح نفسه، احنا المجتمع ده المفروض يتطور. هو بقى انا معني بانه سلطانه على تطور هذا المجتمع ينتهي، انه يختلف ظروف الحياة كده بدي راجل شيخ يختلف. للأسف يعني المشايخ عندنا بنائهم المعرفة ضعيفة، ما تلاقيش الشيخ يعني مطلع على المعارف الإنسانية وبيقرأ روايات وبيسمع موسيقى وعنده لا ما يعني معظمهم ناس يعني على الله حكايته بقى على باب الله يعني، فمطلع شوية على التراث خلاص عرفته في العالم. وبالتالي احنا لو يعني كل هدف نقلل من قبضة الحكم على الواقع يقوم المجتمع يتطور. هو لما المجتمع يتطور هو هيلاقي نفسه مضطر هو نفسه اللي يطور نفسه، لكن انا اقول له اتبرع واروح اقول له طب تطور نفسك ازاي؟ لا طبعا مش دوري، ما اعرفش في الكلام ده مش بتاعي، انا عايز اعيش بس. يعني انا مش عاوز حد يحشر نفسه في حياتي من ساعه ما اصحى لحد ما انام. ما هو حقي يا اخي ان انا ما اسمعش القران 24 ساعه، حقي يا اخي. ده انت غريب جدا. وفكره يعني شوف البجاحه بتاعه ان واحد يجي في مواصله عامه ويجي يشغل جايب الموبايل ومشغله معليه ومشغل قران تيجي تكلمه يقول لك القران بتاع ربنا. هو انا قلت لك يا اخي انا بقول لك انه ما ينفعش، ده مجال عام ما ينفعش انت تنتظر وتبقى يعني عندك هذا مش عاوز اقول يعني تعبير سيء يعني ليه كده؟ ده مجال عام المفروض اسمع لوحدك يا اخي، لكن لا ده هو لازم يحكم ويتحكم ويفرض على الاخرين بقيته للعالم، يفرض على الاخرين يلتزموا بايه ويعملوا ايه وما يعملوش ايه، وهي دي المشكله. انما تطب نفسه كونه بقى يتحسن يطور نفسه يغير نفسه يعمل مش مهتم بيها داخلي، فشان داخلي لا يهمنا بشيء. طيب سؤال يا محمد في مسألة انه هو للأسف في توهم او تخيل انه المجال العام ده بالضرورة ديني وانتوا اللي عاوزين تعلمنوه، مش العكس انه المجال العام ده حق انساني وبيتم السطو عليه من قبل بقى رؤية دينية رؤية اصولية واحنا بنحاول نحرر المجال العام ده. من وجهة نظري هو المشكلة، هو اصلا مش قادر يدرك الحق بتاعك يا محمد، هي دي النقطة. هو مش قادر يدرك ان انت اللي مستلب مش هو. هو يعني تحس كده هو مصدر لك صورة ان انا عايز اعيش في ديني الجميل وديني اللي فيه الخلاص وانتوا اللي عايزين تستلبوا الدين مني. هو مش قادر يفهم ان المجال العام ده اصلا هو اللي بيستلبه او هو اللي ساطي عليه. يعني شايف المخرج هنا ازاي؟ يعني ازاي تقدر تفسر له انه هو المشكلة عنده مش عند حضرتك؟ انا مش عارف بصراحه. ما انا لو عارف كنا خلصنا. هو احنا اللي نعرف نقوله ان احنا نعمله ان احنا نقول افكارنا ونطرحها مفروض يعني على الذهن العام يعني التفاوض العام يعني، لكن ايه اللي يخليه يرجع لجحوره او لاماكن المفروض يكون فيها؟ انا مش عارف، لان هو اصلا الناس دي ملتبس في ذهنها فكره الدين بفكره الايديولوجي السياسي، لان هو معيني ما الدنيا معكوكه من زمان 1400 سنه منه، ففي خلط ما بين الايديولوجي السياسي الذي يستهدف الحكم ويستلب الانسان من داخله في كافه التفاصيل. يعني الحقيقه حاجه غريبه جدا، يعني مفيش كده في التاريخ باسم المقدم، وما بين الدين يا جماعه معتقد لطيف ظريف بيساعدك على الحياه، انما ده هنا بيبقى عيب. الشخص المتدين يا جماعة يعاني فعلا، خد بالك يعاني من ساعة ما يصحى لحد ما بينام، يعاني 24 ساعة. هو مجرد انه بيسمع شخص مختلف بيبقى هيموت. انا حاسس بيه، انا عارف يعني هو بيقعد يسمعنا كده يبقى عنده حاسس ان الناس دي اشرار وبيحصل له تضخم. احنا هامش على فكرة ضعيف جدا، على فكرة ممكن نتلم في الكبيس وانت عارف كده كويس. فهو انا مختلف مع الرؤية دي، بس كم بس هو ما بيبقى عنده شخص يعني الشخص ده بيبقى عنده هذا الشعور يعني. الفكره انه ما عندوش تصور انه الدين مش كده، ده مش دين. هو مش عارف يفصل ما بين يعني مش عارف يقدر
انه يحكم المكان اللي هو قاعد فيه يعني لما يروح مثلا مش بيسافر بره بص بقى رايح المدرسه مبني ما ياكلش لحم خنزير خلاص يا عم ما ياكلش لحم خنزير لا اصل الكانتين فيه لحم خنزير طب ما يبقى فيه كانتين انت مالك ما ياكلش لا اصل ما ممكن ياكله بالغلط يا فوختك يا اخي ده انت بكح وهفضل ماشي طول الوقت شايل الفكره دي على دماغي اتب بقى وكل حته اروحها انا عايز اعمل مش عارف ايه انا مش يا ابني ما مع نفسك يا حبيبي انت ناسي يا بيه ان ده كله لسه مش بنقول من شويه ان دي موروثات يا حبيبي لازم تكون كده وانا شخصيا انا عندي خرافات هو انت مش ممكن تحب واحده وحشه والناس كلها بتقول لك يا ابني ده وحشه بس انت بتحبها برضه ما هو الدين مسائل ايمانيه وقضيه احنا نعترف بده هو مش قادر يعترف بده مش قادر يواجه حقيقه ان الدين كله ايمانيات قلبيه موروثات مسائل لا دليل عليها افاجئك ايها الاخ الدقنجي والمسلم العزيز واهلي وحبايبي واصدقائي اللي انا عايش وسطهم واللي انا منهم واللي انا زيهم لا بد ان نعترف جميعا ان الدين ايمانيات ظنيه لا دليل عليها يا بيه انت بتتكلم على اشياء بص هي حقيقتك المطلقه مفيش اي مشكله لكن لا ينبغي انك تفرضها على الواقع كيقين معرفي دي ظنيات ايمانيه قلبيات مش بنسميها ايمان هو ايمان ايه يا بيه مش هو تصديق بلا دليل الحياه دلوقتي بتقول لك ان اي حاجه في الواقع ينبغي ان تنطلق من دليل حتى الشيء اللي ملوش مقابل في الواقع هو ملوش وجود يعني ملوش معنى كلام كتير احنا بنقوله طالما ملوش مقابل حقيقي ندرسه ونفهمه ونفحصه هو كلام يعني كلام تقريبا بلا معنى كما تقول الوضعيه المنطقيه فيما يقول الذكي نجيب محمود زي نجيب محمود فانت الفكره هي انه الناس لحد دلوقتي ما زال يختلط في ذهنها نتيجه طبعا هيمنه المؤسسه الضخمه اللي انت عارفها ونظرتها للعالم على انها حكم وان احنا بس في مرحله ضعف احنا يعني هنعمل مش شويه حركات تسمح لي بالمقاطعه هنا يا محمد انت من وجهه نظرك شايف ان المؤسسه الازهريه لسه ليها هذا التاثير او هذه السيطره على المجال العام ولا المساله كلها في اطار بروتوكولي يعني انا اعتقد من وجهه نظري انه المصريين عموم المصريين ودي بالمناسبه يعني مش حاجه حلوه دي حاجه وحشه هقول لك ليه لا يكترثوا اصلا براي الازهر يعني اغلب المصريين اللي عندهم نزعه ايمانيه غيبيه او نزعه دينيه قويه ما بيقفش كتير عند دار الافتاء وما بيقفش كتير عند الازهر بالعكس انت ممكن تلاقي دار الافتاء بتقدم فتوى حدثيه ويطلعوا يزايدوا على دار الافتاء متخيل الكارثه فهل شايف انه الازهر بكل الاطار الرجعي اللي هو بيمارسه ليه هذا التاثير او هذا الامتداد بص الظاهره الدينيه في مصر عريقه قديمه جدا ومعقده للغايه وعندها القدره على انها وعندها وقعت في اختبارات تاريخيه كتير احنا يعني اتكلمنا من شويه انه استوعبت صدمه الحداثه بعد ما اكم من حاجه طلعت وقالت لك اوعى حوش حرام وبعد كده التفت حواليها واستوعبتها واستعملتها لمصلحتها زي المرء وزي فكره العروبه في يوم من الايام العروبه دي كانت طالعه ضد السلطان العثماني دوله الخلافه ومع الوقت بقت هي يعني هي الفكره قانون الازهر اول ما طلع قال لك اوعى هيدمر الازهر ومش عارف ايه بعد كده هو كان اساس توغل الازهر وتمكنه من كل مكان لا هي الظاهره الدينيه معقده ومركبه للغايه تستفيد من ده وعندها مستويات للخطاب بحيث تستوعب مستويات العقول انت عندك في مصر بس عندك 100 مليون هل ال 100 مليون دول متساويين في الثقافه في الوعي في الذكاء في الادراك في القياده في الاصاله في التفكير لا ففي تنوع في الخطاب فهو مثلا الازهر ما جه على وقع انفجارات وقطع الرؤوس بتاع داعش قال لك بص انا بقى المعتدل بقى خدني انا معاك بقى فاتفضل يا عم خد حصانه خد مش عارف ايه فدعم موقفه واصبح دوله داخل الدوله فانت هتيجي تقول لي والله ده الناس ما في مستوى من الناس في عدد من الناس عندها هذا التصور انه والله دول بقى علماء السلطان
وانه احنا مش عارف ايه والكلام ده. الكلام ده يا بيه ما هو داخل اي سيستم، هي الرجعيه اصلا زي اي ايديولوجي في الدنيا من انشطاريه. انت عارف مثلا الخطاب الشيوعي مثلا او الماركسي حصل بينهم قد ايه، يعني حصل بينهم انشقاقات قد ايه، وهل حد ولا حتى انظمه اللي وصلوا فيهم للحكم حتى كانوا على توافق. يعني مثلا الحكم الشيوعي في الصين كان على توافق مع الاتحاد السوفيتي، حتى مع كوبا توافق تام. يعني ما هو طبيعة أي أيديولوجي إنه لابد يحصل فيه انشطارات. داخل النظام الاستعماري القرشي حصل بقى في سنة، بقى في شيعة، وداخل كل حاجة حصل انشطار وانشطار، الانشطارات دي لا تنتهي. فما يغرناش إن يقول لك والله إن في ناس، ما إحنا ده يدل لك بس على مستوى الطغيان الديني الرجعي في الواقع، لكن هو ليس خصما من تسلط الازهر على الحياه وانتشاره في كل مكان. انا لسه قاري خبر قريب بيقول لك مدي لهم مثلا واخدين 100 فدان في العريش في شمال سيناء هيعملوا جامعه جديده، وهوب يومين ثلاثه خبر جديد قال لك هيعملوا جامعه اهليه. لا، الواقع انه ما زالت الهيمنه الدينيه الرجعيه على المستوى المؤسسي ومتسلطه في القياده الرسميه للرجعيه في مصر الازهر ما زالت قائمه وموجوده وشغاله. يعني انت وجهة نظرك انه الازهر لازال يشكل تأثيرا على المجال العام المصري. خد بالك انا عايز افرق بين حاجتين، المستوى الماكرو والمايكرو. اللي اقصده يا محمد انه انت عارف المزاج بتاع التدين الشعبي يتجه اكثر اتجاه الشيوخ المحلية. يعني مثلا رغم ان عبدالله رشدي ازهري وكان امام مسجد السيدة نفيسة وطالما بيطالع بسلوجان الازهر قادم، ولكن الحقيقه الناس مش بتتابعه عشان ازهري، لانه في لحظه من اللحظات كان الايقونه او نجم الدعاء في العشر سنين اللي قبل الاخيره، يعني بنتكلم مثلا يمكن لحد 12 او 13 بعد فكره الاضطرابات السياسيه الكبيره اللي حصلت في مصر، كان محمد حسان. والشيوخ السلفيه بقى كلها وراء ابو اسحاق الحويني ومحمد حسين يعقوب، هذا الثالوث يعني الاكثر نجومية وأكثر تأثيرا وأكثر انتشار. الشيوخ دي تراجعوا في ظل صعود عبدالله رشدي. ما أقدرش أشوف صعود عبدالله رشدي أنه صعود أزهري، ولكن صعود، أنا مش عايز أتكلم هنا عن عبدالله رشدي بفكرة عبدالله رشدي بقدر ما أنا عايز يعني أصبر أغوار مسألة هل فعلا الأزهر بهذا التأثير الاجتماعي. أنا أتفهم أنه ممكن يكون ليه تأثير سياسي بمفهوم الدستور، بمفهوم المواد اللي بتدي هيئة كبار العلماء بعض السلطة في تمرير العديد من التشريعات البرلمانية، لكن أقصد أن المجال العام هواه منضوي تحت رأي الأزهر. هو ده السؤال، بعيدا بقى عن فكرة المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والشيخ أحمد الطيب والممارسات السياسية للأزهر والخطابات السياسية للأزهر وبيان الأزهر. يعني هقول لك على حاجة تدليلا، أنت اتكلمت على بيان الأزهر يا محمد في الندوة بتاعت علمانيون. هل تفتكر مثلا انه المواطن المصري او المواطن العربي او المواطن المسلم بقى في المجتمعات الاسلاميه كلها كان منتظر بيان الازهر بقدر ما كان منتظر مثلا فيديو لمحمد صلاح؟ انت فاهم قصدي؟ يعني خلينا نفرق بين دورين للازهر، الدور الرسمي اللي اكيد بيعوق العديد من مسائل التحديث ابرزها مساله الطلاق الشفهي والتاثيرات الاجتماعيه والاقتصاديه على المجتمع بسبب عدم التعديل القانون مثلا، دي في قضيه. لكن اقصد على الهوى العام للمتدينين، هل هو مستلب من الازهر ولا مستلب من قوى اخرى او مستلب من تيارات اخرى غير الازهر؟ هو انا اصلا يعني مش بفرق كتير ما بين الازهر والقوى الاخرى اصلا. هي اصلا يعني ده ما ده اللي انا بقوله، يعني متوقف على وجهه النظر او مستوى الرؤيه. يعني انت مثلا عاوز تبص للظاهره الدينيه الرجعيه في مصر على اي مستوى؟ عاوز تبص لها على المستوى المؤسسي ولا على المستوى مثلا الاهلي ولا على المستوى الاهلي؟ هو الاهلي والاجتماعي هو الاكثر صعوبه والاكثر طيب في بقى احتياجا في ايضا المستوى العقلي اللي هو بيقول لك التاثير اللي بتشوفه للازهر في الشارع هو الناس اللي بينتجها. طب هو بينتج الناس ازاي؟ واحد معاهده وكليات بتطلع بشر، البشر دول ملعوب في اساساتهم زي ما انت عارف، في تركيبه ذهنيه معينه، تصور عن العالم قايم على مفاهيم ماضي شبه جزيره العرب. كويس؟
ادي مستوى. طيب التاثير الازهري على التعليم العام او تاثير الرجعيه الدينيه على التعليم العام، بل ما هو كلمه الازهر هنا بقى يعني مجرد بس تمثيل مؤسسي، لكن الرجعيه اصلا مساله معنويه يعني جمله قيم وتصورات. فاحنا بنتكلم انه والله الازهر يا اخي عندنا اختفى حتى من المجتمع، الظاهره المشكله بقيه لسه يعني. لو 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 عملنا ديليت كده، تخيلنا خمس دقائق ان مفيش ازهر، هيأثر في ايه مثلا الشخص اللي هيجي لك، اللي هتروح له بكره ببكره يصلح لك العربيه، يجي جاي مطلع لك خرطوم كده من العربيه يقول لك بص دي زوايد فابريكا. ايه زوايد فابريكا ايه يا بيه؟ لا 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 ملهاش لازمه. بعدين تكتشف انها حاجه مهمه جدا في العربيه وهتعمل لك مصيبه بعد كده. بس الذهن اللي قايم على تصورات الرجعيه الدينيه 1400 سنه ربايه على التصورات دي بيبقى كده، في جزء عشوائي، جزء قدري، جزء غير منضبط، جزء غير علمي، غير مرتبط بشروط الواقع، غير معني بتحسين الحياه. الحياه عنده رخيصه، ما بيبقاش حريص يعني، المواضيع كلها مركبه جدا عشان تنتج الظاهره، هو ما بيبقاش مدرك لها ومش بيقعد يحللها هو يعني، بس بيجي واخد القرار ببساطه وخلاص، حتى لو كان هو يعني مش ملتزم شخصيا ولا له دعوه بالكلام بتاعنا ده كله. فانا ببص للموضوع على المستوى ده، من هذا المستوى لا، الفعاليه مؤكده للازهر وكل المؤسسات هم شغالين في الليله، فهي ليله يعني عجله ودايره. اقول على المستوى السياسي انت هتقولي والله الازهر ده والله لسه شغال بشكل رسمي، لا هقول لك لا معلش، الفتره الاخرانيه لا، ده في الموضوع زايد عن حده وواضح للعيان، ده كفايه مستويين الخطاب اللي بيعمل بيهم الازهر الشيخ الازهر. يعني انا يعني بقول يعني ازاي مثلا بيطلع بره يقول كلام، بيجي هنا بيقول كلام تاني فحش يعني. يعني ايه الفكره انه الوزراء اول ما يحلفوا اليمين يروح ياخدوا البركه والتعليمات؟ يعني ايه الفكره دي؟ اول مره يعني لو تاخد بالك ده ما كانش موجود قبل كده. المفروض ان الشيخ الازهر راجل موظف عمومي في الدوله المصريه كويس، وانا كمواطن مصري من حقي انتقد رايه، انتقد اداؤه، واداؤه مش عاجبني يا اخي، شكله مش عاجبني، انا حر يا اخي. طب انا كتبت مره الكلام ده هو، فطلع ناس المفروض انهم مثقفين كبار يعني زعلانين جدا. انا مش مشكلتي ان انا جايز انا غلطان فعلا، بس انت ازاي مش قادر تتصور ان في واحد تاني عنده راي تاني يا اخي؟ ما عادي قول رايك انت كمان وخلاص وخلاص يعني وانتهينا. لا انت لازم ما تقولش يعني عشان تبقى حبيبي وكفاءه لازم تقول اللي انا هقوله، يعني لازم تبقى قالب. ما هو من السيستم الرجعي كده، الهيمنه الدينيه الرجعيه على الواقع كده، لازم قوالب واحده، لازم مصطفين الصفاف واحد، لازم كالبنيان المرصود. عندنا غزو بكره يا بيه، فهي دي السيستم. واحنا عشان كده بقول لك انه المستوى اللي بظنه اقرب لتمسك الحقيقه او اقتراب من الحقيقه هو المستوى الواقعي المباشر الخاص بالناس اللي بيتم التعبير عنه على المستوى الازهر. هو لو ما فيش حاضنه يعني، لو ما فيش ارضيه يعني، لو ما فيش الناس اللي بتطلع متشنجه ديت لمجرد ان قلت والله ده مولانا يعني بيكشر ليه في وشنا كده، المفروض يعني يكون مكتسب حبتين في ايه؟ إن لو ما فيش الناس دي ما كانش هو هيبقى موجود بالشكل، هو مش هيعمل كده اصلا. يعني هو تعبير عن حاله، هو مش صانع ليها. وبعدين هو يعني انت هتتعاطى معاها ازاي اذا كان هو الناس كلها عاوزه ده؟ فبيبقى الحل ايه بقى؟ احنا نعبر عن راينا لعل وعسى، لعل يحصل في التفاوض العام انه الافكار دي يحدث حراك وتقنع الناس انه والله حياتها هتبقى افضل لو انها التزمت او توجهت التوجه العلماني اللي هو بيقول والله يا جماعه الدين بمؤسساته مش عارف افكار، يبقى جوه الجامع، طلعت بره الجامع تعالى يا حبيبي بيني وبينك بقى ايه المصلحه وما ننتوي ان نفعله في حياتنا، احنا عاوزين حياتنا نعيش. انت في الجامع بقى بقول والله لا انا عاوز اخش الجنه ونعمل الروحانيات بتاعتك من بروبلم. وبعدين كمان يا دكتور محمد، هو لازم يقدم دليل على انه المشروع بتاعه يمكن ان يحقق شيء. يعني ايه الاماره او ايه التبجح اللي هو بيتكلم بيه ان احنا عايزين نطبق الدين؟ احنا لو طبقنا الدين هتبقى كل حاجه كويسه. امتى طبقت الدين؟
وكانت كل حاجه كويسه. يعني هات لي نموذج لدوله طبقت التشريع الاسلامي او طبقت الرؤيه الاسلاميه وحققت النتائج اللي كلنا بنتمناها كمواطنين. وبعدين يقول لك كل دول لا دول صوم، يعني ايه المشكله في التطبيق؟ لكن النظريه صح. يعني عارف انت مساله تصدير، يعني مش قادر على الحمار مش قادر على البردعه، يعني مش قادر يقول بوضوح شديد انه النظريه مش هيبقى ليها جدوى حقيقيه من ممارستها النهارده. فيقول لك لا هم بس مش عارفين يطبقوا النظريه، لكن النظريه شغاله. طب خلاص طالما هي نظريه سيبها نظريه بقى، يعني سيبها في الكتاب. لا هو اصلا يعني هو البناء العقلي للسيستم ده هو ما بقاش عنده اصلا بيه وقايم على العواطف، ومساله وجدانيه يعني ناس خايفه متخوفه جامد. وهنا بقى اللي يجي يقول لك واحد ايه انت بتسخر. لا انا ما بسخرش يا حبيبي، انا عايز حياتي بس. انت دلوقتي مخوف الناس جامد، مثلا بتقول لهم والله في شجاع اقرع مستنيك في القبر، بناء عليه لازم نقيم شرع الله ولازم نحكم الناس. ماشي، ما هقول بناء عليه انت كفرد لازم تعمل ايه؟ اعمله بعيد عني. انما انت بتقول لي بناء عليه كله لازم يخضع ليك، يعني بناء عليه لازم اعمل غزوه بكره واروح احتل بقيه البلاد العالم واروح عند اي حد واقعد اقرفه في عيشته واقول له انا عاوز اعمل وعاوز اعمل. انت كده بتتعدى فكره الدين يا بيه. الدين ما هو طالما انت هتعملها مع نفسك. هنا ماليش روحانيات، ما انا عندي روحانيات على فكره، وعندي حاجات خرافيه بعتقد فيها بس بتريحني مزاجي يا عم. بس انا ما بفكرهاش بره، ما بجيش افرض عليك. يعني انت ممكن تكون بقول لك انت ممكن تكون بتحب واحده وحشه جدا شكلها مناخيرها كده وقرعه بس عاجباك مخيشها معاك، هتيجي تقول لي زي بتاع ده زي دون كيشوت كان بيقابل الفرسان ووقفهم في الشارع ورفع عليهم السيف وقول له الفارس انا حبيبتي فلانه الفلانيه احسن امراه في العالم، لازم اجمل امراه في العالم، لازم تعترف بانها اجمل واحده في العالم، ان ما اعترفتش يبقى يلا نتبارز عشان يانا انت بقى. هل هذا منطق؟ فهي مساله كده لابد ان نفرق ما بين الدين والايديولوجي السياسي الاستعماري اللي بيتزعمه اللي موجود حاليا واللي الناس مختلط في ذهنهم الاشياء انها بتخلط بين الخطاب الاستعماري المقنع بالدين وما بين الدين نفسه. الدين نفسه يا بيه كعقيده وطقوس كل الاحترام على عيننا وراسنا، ما احنا اهالينا احنا نفسنا اصلا متدينين برضو على فكره، احنا نفسنا متدينين. مش عاوز انا نفسي عامل ازاي، بس انا مع نفسي. واصلا في الخطاب العلماني ده عيب انك تسال حد اصلا عن تدينه، زي ما عيب انك تسال واحد انت عملت ايه مع مراتك بكره امبارح. والله انا بقول دايما ده يا محمد، بقول بربط المثل ده دايما. نعم ما يصحش ده، بالعكس بربط دايما المثل ده لما حد بيسالني طب انت بتؤمن بايه بعقيدتك، يقول له لما تحكي لي عن الاشياء الخاصه بينك وبين زوجتك ابقى نقدر نتكلم. يعني الناس عندنا في مصر تتكسف تسال حد بيقبض كام في الشهر، لكن بمنتهى التبجح يساله انت بتعتقد في ايه، ولما تعتقد في ايه طب انت مصدق انت قراني ولا مش قراني، طب انت يعني المساله فيها مساحه كبيره من التبجح والاستحقاق الغير مبرر. يعني هو عارف انت السؤال بتاع اسمك هاني فوزي ايه، يعني في النهايه عايز يوصل في جرجس وبطرس في الموضوع ولا هاني فوزي منير في مفيش حاجه. يعني الاسماء دي بتعمل ازعاج كبير، خد بالك. هاني فوزي منير اسماء مزعجه، انت فاهم ليه طبعا. ايوه ما لها مش باين لها مله، ما هو لازم اعرف انتمائك. عارف انت العصابه يعني انت معانا ولا مش علينا ولا علينا، ضد الحياه ضد المواطن. وكمان يعني ما هو احنا بنقول انه انت المفروض يعني نوصل لما نبقى في علمانيه في مصر هيبقى عيب جدا انك تتكلم في مواضيع دينيه، وانا بستعيبها من دلوقتي طبعا. وعشان كده انا ما بتكلمش في الدين اطلاقا. يعني كل الناس بتقول لك بتعمل في الدين، لا يا حبيبي عاوز تلبسني اصلا الموضوع عشان خاطر يبقى ايه وتلف عليا. لا انا عمري انا فعلا مقتنع، مش عشان خايف منك، انا مقتنع ان الدين موضوع اصلا بالنسبه لنا لا يبقى لمستوى النقاش من الاخر. يعني هنتكلم في ايه؟ دي حاجات نيابيات يا حبيبي وحاجات ايمانيه وحاجات في قلبك، هل هو صح وغلط وحصل ولا ما حصلش. انت مصدق الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ده كويس جدا حلو قوي،
مصدق فلان حلو جدا انت حر تعبد ربنا تعبد مش حر حلو مع نفسك بقى انما الفكره انك تيجي جاي محول ده بعد سنه واحده للفكره الاستعماريه بقى انه بعد وفاه الرسول هنعمل دوله مش بعد وفاه الرسول هندعو يعني الناس بعد وفاه الرسول الصحابه بعد وفاه الرسول اتجمعوا علشان هنقسم الدوله دي هنعمل هنحكم ازاي وحروب اهليه بقى سموها بعد كده حروب الردة بس هي دي حروب سياسيه وبعدين فتنه الكبرى حروب سياسيه ما بين الصحابه ده دين ده مش دين دي صراعات سياسيه ان انت حولتها لدين وبقى فعلا في دين بناء عليها فبقى لحد النهارده في الخلط ده الدين انه والله الرسول مات انا اتخض بقى يا اخي انقطع الخبر مع السماء اشيل بؤجه بقى واسيح في ارض الله بلاد الله خلق الله وادعو انما انت مثلا هل مثلا جه عمرو بن العاص مصر وعشان خاطر تخش الاسلام لا يا حبيبي انت هات لي كل كتب الرجعيه الدينيه بتاعتك طلع لي منها خبر واحد بس عمرو بن العاص بعت يقول لعمر بن الخطاب والله لقد انطلقت اليوم من الفسطاط ما كانش عمل الفسطاط وكان عمل ايه انا ناس غالبا الفسطاط وانطلقت اليوم الفسطاط انطلقت من هنا 50 قافله الى 50 قريه في صعيد مصر واسلم 500 واحد مش عارف ايه الو يا مولانا الخليفه ابشرك باسلام 500 واحد النهارده في بر مصر مفيش كله عن الجزيه والخراج ده دين انت عاوز تعتبر غزو البلاد واحتلالها دين ما ينفعش يا بيه انت كده انا مضطر اقول لك لا ده استعمار ده استعمار واستلابي فجاي تفرضوا على الحياه لا يا حبيبي الدين ما بيبقاش كده يا ابني افهم هي الفكره انه الناس فعلا عندها اختلاط ما بين فكره دي. كلمه الدين بتتقال على فكره وبيخلطوا بقى عشان كده لما تيجي تتكلم في انه حياتك مهدده وان اربعه وانه امنك ضايع وانه القوانين اللي بتتحط عليك كده والحياه يعني وفي عندنا تخلف في عندنا مش عارف ايه يقول لك بتتكلم في الدين لا يا حبيبي ما تتكلمش في الدين انت اللي جايب الدين حطه في مكان مش بتاعه او ما تقول عليه دين انت تحول الدين الى ايديولوجي سياسي استعماري واستلابي وبتحمل عليه عقل ماضي شبه جزيره العرب عاوز تفرضه على الناس عاوز من النهارده اتعامل مع احمد سامر واستاذ احمد خليل وحبيبي مش عارف ايه والناس اللي عايشه زي بالظبط ما حنظله كان بيتعامل مع عنبسه في ماضي شبه جزيره العرب حتى لما اقول له صباح الخير اقولها له ازاي وبعدين احبك في الله يا اخي برضه حسب اوامر هذا الماضي ازاي ده انت خانقني احببتك في الذي احببتني فيه انا كمان وتحطولي بقى فزوري بقى في مناهج الدراسه طب ده انت يا اخي حاطط الشعر الجاهلي الاطفالي في المدرسه بيدرسوه طب هو الجاهليين دول مش كانوا كفره المنطق بتاعك يعني عشان هم بقى هم ارباب اللغه العربيه واللغه العربيه لغه اهل الجنه يبقى اذا يعني السلك البين من هنا وصلنا للفتن لا احنا بقى هنا دلوقتي ده احتلال في ماضي شبه جزيره العرب بصرف النظر عن الدين هي اصلا هو تاكيدا لكلامك هو فاكر يوسف القرضاوي لما قال لك لولا السيف لما انتشر الاسلام الاسلام انتشر بحد الرده يعني الاسلام ده فيديو احنا الدين كدين ده هو دين بص هو وغيره على عيننا وراسنا وعلى قدم المتواجد وفي المكان المعتبر بتاعه ونحميه على فكره العلمانيه يعني ينبغي ان يدرك الجميع انها تحمل معتقد ما انت هو فيه هم مبرطعين في اوروبا على هذا الاساس بس هم مش فاهمين هو متصور ما هو ما سالت هزيه بقى يعني هو اصل السيستم ده في صلبه الفكره دي انا هستعمل الموضوع بشكل انتهازي انا مش مؤمن بيه ومش مصدقه ومش همارسه انما هستعمل المساحه اللي بيديها لي اصلا بس مش على الاساس بتاع لا على اساس انتهازي ان انا كاني لانه الارض دي اصلا بتاعتي وانا جاي هنا عشان خاطر عارف انت يا جنون الاعرابي بجح جاي برمله بامله من ماضي شبه جزيره العرب عاوز يفتح العالم طب انت معاك ايه يا عم عشان تقدمه للعالم يعني ايه اللي انت جايبه اصلا قيم ومعتقدات او افكار الهدايه يا محمد واخراج إيه؟ الناس من عباده العباد لعباده رب العباد يا عم ايه ادعي
ان تدعو، لكن انت ده انت جاي عايز تفرض ماديا على الواقع حكمك. طب انا طيب بقول لك هي منا بتسال اتفضل سوري يا محمد اتفضل. نعم كمل كمل سوري كنت هاخد تعليق كده بس موجه يعني. انا بقول لك مساله العلمانيه والدين هل جاء مصر وكان يدعو ويعني كانت في 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 في, في الخطابات المتبادله بينه وبين عمر بن الخطاب هل كانت هناك امور متعلقه بالدعوه؟ ابعت لي كذا داعيه ولا كلها فلوس وجزيه وبتاع. فانت برضو عاوز تاخذ العالم على هذا الاساس، متصور انه ده اللي هيحصل وانت عامل بتتعامل مع مصر على هذا الاساس؟ ما زال التعامل مع مصر في عمق العمق، حتى المواطن المصري عادي. ما دي المشكله بقى، المواطن المصري من الداخل في دماغه سوفت وير هذا الاستعمار السلبي، حتى بيتعامل مع المكان بهذا المنطق. تلاقيه بيستعمله بفكره الاستنزاف وانه الانتماء ده مرتحل لان انا هاجي شويه وامشي، وبالتالي فانا هستنزف قدرات المكان وطاقاته ومش هبقى عندي انتماء له ومش هبقى حريص على على, على على انه يبقى جميل. تروح عند الشط اخر النهار تلاقيه بقى يعني لهبناه، يعني لهبنا يعني استنزفنا اللي احنا عاوزينه ماشيين زي اي قبيله في صحراء شبه جزيره العرب من 1400 سنه، ما بتقعد في مكان تنتقل لمكان وتيجي قاعده بعد ما تخلص اللي فيه والمرعى اللي حواليه وخلاص تجي رايحه مكان اخر وتنساه وتسيبه بزبالته، تسيب زبالتهم هناك او بقاياهم وتيجي بقى الغربان تاكل فيه. عشان كده سموا كان بالمناسبه يعني كان بيسموه غراب البين، عشان كده يعني البين يعني الفرق افراق، فانا لما اقعد في مكان وبعدين اسيبه وامشي يجي الغراب بقى عشان ياكل من البقايا اللي هنا. فده عشان كده يعني لما تشوف الغراب بينزل في حته تعرف ان المكان ده بقى فيه هذا الفرق. المهم يعني فده المنطق اللي بيحكم ما زال لحد النهارده عقليه الانسان المصري في تعامله مع وطنه، مع المكان اللي عايش فيه، لانه متحمل على دماغه هذا السوفت وير الاستعمالي ان هو لا ينتمي لهذا المكان. والموضوع ده لما ياخد بقى المستوى السياسي قال لك طز في مصر وابو مصر واللي في مصر في المستوى السياسي المباشر. انت فاكر هو فاكر السلوجان الكلاسيكي يا محمد بتاع الدين لله والوطن للجميع؟ فجي صديقنا الشيخ الشعراوي قال لك لا الدين لله والوطن لله، فاكر ده ولا مش فاكر ده؟ مش يعني فاكر. هو حتى لا ده قال كده، قال لك الدين لله والوطن لله. يعني انت متخيل يعني على كلمتك الشهيره الرجعيه الدنيا دي لو اديتها صباعك هتاكل دراعك. يعني حتى الشعار نفسه فكره الدين لله، يا عم الدين للفرد كل واحد حر. يعني لا اقول لك كمان الوطن كمان لله. طيب نرجع بس لحته مهمه متعلقه بالخطابات العلمانيه المعاصره، او بمعنى ادق هو احنا النهارده حديثنا للعلمانيين اكتر منه الاخر. انت الاول بس عشان انا عارف انت النهارده كان عندك لقاء قبل ده، منهك ولا معاك شويه قوه نكمل شويه؟ لا معاك شويه. طيب فكره الخطابات بقى اللي بتصدر من بعض العلمانيين او كتير، احنا لابد ان نحتشد في حزب واحد وعلينا ان نتجمع ولا نتفرق، والصبغه القبليه دي سواء بقى في فكره توحيد التنظيمات او توحيد الخطابات او ان يقول لك طب بلاش تتكلموا في كذا وتكلموا في كذا، والناس اللي تقول لك طول ما العلمانيين ما بيتكلموش في القضايا اللي تهم المواطن زي الفقر وزي التمكين الاقتصادي عمرهم ما يوصلوا للناس، وللاسف علمانيين او بيقولوا انهم علمانيين. شايف ازاي التهافت ده وازاي ان انت بتبقى عندك اولويات للتغيير او اولويات للمعركه او اولويات للاشتباك مع قضايا الواقع، وحد تاني بياخدك الحته الثانيه ويقول لك يعني زي المثل اللي احنا لم نستفيد في شرحه في فكره ان محمد داوود بيشوه العلمانيه لمجرد انه قال لك انا عندي اي مدينه مصريه اهم من القدس. يعني ايه علاقه اللي قاله محمد داوود ده بتشويه العلمانيه؟ يعني فالخطابات الشموليه العلمانيه دي شايفها ازاي يا محمد؟ والله انا يعني انا اصلا مع فكره ان كل واحد يقول اللي هو عاوزه، وانا ارحب واحد يطلع مثلا يقول والله القصه دي يا حبي يا حته من قلبي، انا مش ضد ان واحد يقول كده خالص. انا ضد ان واحد يحجر على حقي في ان اطلع اقول وانا مات، يعني ما يلزمنيش. هو ده اللي احنا هو ده هدفنا من الفكره. يعني ففكره انه العلمانيين يبقوا مثلا ايه في تنظيم في مش... لا يا احنا ما عندناش هذا البعد التنظيمي. ويلتفوا تحت رايه رجل واحد يعني عارف. ما هو ده انا عشان كده بقول لك ده الاثر الدين الرجعي اللي عامل اختراق للبنيه التحتيه للعقل، بحيث
ينظر للعالم. هو القالب ده ممكن يتملي ميه، يعني الاناء ممكن يتملي ميه، يتملي جاز، يتملي هو نفس بياخد نفس الشكل، هو قالب بس المحتوى بيتغير. فبيجي بقى على فكره العاملين عاوز يفكر فيها بنفس المنظور الدين الراجعي اللي هو متعود عليه زمان. احنا عندنا غزه بكره، ولا بد ان نصحى وانا التف ومش عارف وانا احتشد وانا لا، احنا مش في حرب يا بيه. هي الفكره الناس بتعتبر انه مجرد التعبير عن الراي ان احنا هنخش في سجال وواحد فينا يموت. لا، انا بقول لك قول حقك، خد حقك، اديني حقي، وسيب الواقع والزمن يحكم. انما هي الفكره انه في هامش مقروع اللي هو الخطاب العلماني المصري القومي وهاء وبراح واسع متاح للهيمنه للرجاءات الدينيه بتخاطب الانسان 24 ساعه من كافه المنافس. تفتح الراديو تلاقيه، تفتح البوتاجاز تلاقيه، تفتح الـ الـ تفتح ماتشات الكوره العيال بتسجد وهي لابسه وهي عورتها مكشوفه، يعني العيال لابسه فوق الركبه وبتسجد بعد كل. انت بس الضحك في موضوع الاستلاب الديني ده، انت تفتكر زمان كان اللي بيجيب جون بيسجد، دلوقتي بقيتها تلاقيها اللي بيطلع كوره خطيره بيسجد، واللي ده بجد مش بهزر او بغالي او واللي بعد الشوط الاول بيسجد ويضيع ضربه جزاء بيسجد ويجي ضربه جزاء بيسجد. يعني عارف هو طبعا في جزء طبعا منه نوع من انواع الايه الرياء الديني، يعني مثلا ايه انا دلوقتي داخل والمفترض الجماهير دي كلها ورايا فضيعت ضربه جزاء، فلما اسجد بشكل لا وعي بصدر للجماهير ايه مش انا باراده ربنا الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فطبعا حركة صايعة. والله يا سيدي اتكلمت عنها دي، بس هي الفكرة فعلا انه هذا ده اللي احنا بنقول فيه. وعشان كده انا بقى مش ضد انه في واحد يجي يقول والله ده حاجة حلوة خالص. احنا لازم نصطف قبل الماتش، وكل فريق يصلي ركعتين، والمدرب الاجنبي يعني بص ونقرا الفاتحه. بس لما اجي انا اقول ايه الهراء ده ما تجيش تقول لي بقى انت يعني اسكت. هي الفكره في كده. وطبعا هو عنده قوه غريبه جدا، الناس دي بقى عندها توجه غريب جدا. يعني مثلا انا عندي قناه فيها 5-6000، تبص تلاقي الزبون سايب العالم كله جاي يقول لي انا في المكان الحته الصغير هامش الصغير ده انت ازاي وبتعمل ايه يا بيه في ايه؟ يا عم اديني انا بهرتل يا عم، مش افرض ان انا بقول فكره هايفه خلاص سيبها. يعني إيه؟ لا، هو الفكره ان كله لازم يسكت. في متقال ما ينفعش يتقال غيره، وفي حياه، في نموذج معتبر نهائي جاي من عند ربنا يا بيه. هم بيقول لك انه جاي من عند ربنا. وبعدين طب ماشي انت حر، جود فور يو بقى. لا انت كمان، ده انت بايخ يا اخي، ايه البجاحه دي؟ انت عايز تموت، موت يا عم بس سيبني اعيش. لا ما انا ما 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 اتحرمش وانت لا لا انت عاوز مش عاوز تشرب خمر، مش عاوز تشرب خمر ما تشربش. لا وما حدش يشرب في المنطقه، لا ده بلطجي، ده انت بلطجي بقى. يبقى لازم تتواجه بقى على الاقل يا اخي، ابقى حر في ان اقول ان الكلام ده كلام وطيان وانحطاط اللي هو فرض. ها فرض ما هو غيبي، فرض عالم الغيب على عالم الشهاده، هل هذا منطق؟ يعني فرض الايمانيات الظنيات اللي هي اللي ما فيش فيها لها اساس، فرضها على اليقين المعرفي على العلم، حتى العلم بتتدخل فيه. مات ولا ما ماتش، وننقل اعضاء ولا ما ننقلش، ونتجوز ولا ما نتجوزش، اجهاض ولا ما اجهاضش، انت مالك؟ ما خش في بيتك يا ابني واعمل حاجاتك مع نفسك. هي دي الفكره، احنا لسنا ضد الدين ولسنا ضد الاختيارات الفرديه، لكن احنا مع الحريات ومع حقك في انك تعبر عن نفسك. حر بس اديني حقي كمان ان اعيش حياتي. انا شخصيا مثلا لما جم يعني عايز اقول لك ان مش ضد حتى انه جماعه متدينه متشدده، مش عايز اقول اي اسم، تمسك الحكم في مصر، بس اضمن لي
انها تاخد دورتها وتضمن لي مجال عام حر وديمقراطي، وانها تقعد تحكم تعدي 4 سنين 5 سنين تنزل. انما تحن المجال اللي عندك الربايه الدينيه الرجعيه للعقل بتقول لك، وانت عارف كويس يعني ايه رجعيه دينيه، وبتقول لك والشواهد التاريخيه بتاكد، ومن غير شواهد تاريخيه انت فاهمك ان الليله دي يقول لك انه اي حاجه تنتمي لهذا السيستم لابد ان تكون استبداديه واقصائيه ولو فلكت. طبعا وهو قبل السلطه نفسها يا محمد، قبل السلطه نفسها ما ياخدوها. لو تفتكر القرى اللي كانت اغلبيتها مسيحيه، ازاي عصابات الاخوان في الصعيد وتحديدا في المنيا منعت المواطنين المصريين مسيحي الديانه ان هم يدلوا بصوتهم، لان عارفين ان اصواتهم هتروح لشفيق. يعني دي حوادث موثقه والمجلس القومي لحقوق الانسان اقر بيها. يعني انت طبعا بتتكلم في نقطه شديده الاهميه يا جماعه، هو مساله ان احنا مش ضد الديمقراطيه، ولكن الديمقراطيه التي ستجعلني ادفع رقبتي ثمن لوصول الاسلاميين للسلطه دي مش ديمقراطيه، ده نوع من انواع الانتحار، واعتقد ان احنا اذكى من ده. وعشان كده انا باكد تاني انه لا يمكن ان يحدث تحول ديمقراطي في مصر قبل علمانه المجال العام بوضوح شديد. هنعيد الكرة، هنقعد نخش في الدايلاما دي بلا نهاية. طب خلينا ناخد تعليق بس من، لان واضح ان احنا كنا ساعة ونص او الساعتين دي يا محمد بنتكلم في حاجة تانية خالص. يعني احمد بيقول لنا ان انت كل اللي انتوا بتقولوه ده خطاب الحادي، يعني هو كمان للأسف. يعني خلينا اقول لك على حاجة برضو يا محمد، بعض التعليقات بتيجي على صفحة علمانيون مكررة يقول لك سميها حركة ملحدون مش حركة علمانيون. خد بالك التعليق ده بيفرحني لسبب، عارف ليه؟ لانه اقرار من الرجعية الدينية انه العلمانية حاجة والالحاد حاجة تانية، مع اني انا بشوف انه الالحاد اصلا او اللادين مش تهمة، يعني الناس حرة تعتقد او لا تعتقد فيما تشاء، بس اقصد انه انا شايف، معرفش اذا كنت تشاركني هذا الرأي او الرؤية، انه لا، في تطور حقيقي في مستوى الخطاب العلماني. انا مش بتكلم بس على انتشار العلمانيه بحكم حاجات كتيره والسوشيال ميديا والثوره المعلوماتيه، لا، الخطاب العلماني في مصر النهارده بقى اكثر وضوحا واكثر شراسه واكثر قوه، وخلينا اقول لك اكثر جراءه من ال20 سنه الاخيره. يعني كمان مع تعدد الرموز وتعدد الشخصيات وتعدد المحتوى اللي بيقدم، ادى مساحه اكتر للخطاب انه يكون خطاب سائد مش خطاب صلب. شايف ده ازاي؟ ما هو ما زالوا لسه مش عارفين يفرقوا ما بين، يعني هو العلمانية المصطلح ده تعرض لتشويه غير عادي فترة طويلة جدا، درجة الدكتور المصري نفسه لما جاي يتكلم قال لك ايه، مصر دولة مدنية، خايف يا عيني ما يقدرش يقول علمانية، يتاكل يعني. العلمانية كلمة مشبوهة حتى في عند الرجعية الدينية، الرجعية الدينية عاوزة تسيطر على الواقع، والعلمانية بتقول لا، مفيش، ما ينفعش سيطرة الدين على الواقع، الدين ده الدين حاجة تانية غير الحكم. فقال لك مصر دولة مدنية، طب مدنية دي يعني عكسها ايه؟ ريفية ولا مكية او عسكرية ولا عسكرية؟ انت قصدك ايه؟ بس هو كلام مايع وخلاص، المهم يعني ايه، نملى الموضوع وما نزعلش حد ونمشي المسائل. فهي الفكرة انه لسه الناس يعني معتقدة في الموضوع انه احنا ايه، من حرب بقى برضه معايشه بقى على ميراث الموضوع. وبعدين دي الربايه الدينيه للرجاء للعقل بقى، الربايه اللي بيتلقوها في المدارس والمعاهد الازهريه والكليات والجامعات، ما انا بقول لك بنيه تحتيه ضخمه هائله بتنتج البشر، المدارس اللي بيبقوا بعد كده تجار ودكاتره مهندسين ومدرسين وناس عاديين في الشارع وربات بيوت، بس تستفوا خلاص بقى، تظبطوا بقى خلاص. يا ده تطورهم عن العالم، انه ايه، اول ما حد يقول حاجه مش على كيفنا نتشنج ويبقى لي صح، ويبقى دول اب وعملاء. انا عايز اقول لك على حاجه يعني غريبه، انا لو وريت لك، لو في والله كاميرا كنت وريت لك مثلا كميه الرسائل اللي جايه تشتمني ولا تخيل. متخيل لا ودايما تمويلات. هو سؤال، انا سؤال بس يا محمد معلش، من خلال خبرتك المتواضعه في مساله التمويلات، هل تعتقد زي ما انا بعتقد انه التمويلات الخليجيه لدعم الرجعيات الدينيه على مدار ال40 سنه الاخيره تقارن بالاوهام او التصورات المتخلفه؟ هو ليه الناس، يعني خد بالك انا بشوف انه كل حد بيفكر في الطرف الاخر
بلا دلائل هو بيفكر من وجهة نظره. يعني عارف انت اللي بيقول لك انتوا استحالة تقولوا الكلام ده الا اذا كنتوا ايه ممولين وقبيضة من الجهات اللي بتدعم وجهة نظره. هو يعني شايف ان هو مش ممكن يقول فكرة او رأي حر من بنات افكاره. هو لو شايف ان هو انه الرأي ده بفلوس انت متخيل، فهو بيعكس ده عليك انه محمد طلبة بيقول انا المدن المصرية اهم عندي من القدس، يبقى محمد داود او محمد ديفيد زي ما دعمت عليه بهذا اللقب مدعوم من امريكا ومدعوم من الغرب ومدعوم من اسرائيل. يعني ايوه، هو انا اقول لك الحاجة اللي كنت هكمل لك جاي لك في الكلام. الناس اللي بتعرفني بقى مباشر ما بتقوليش الكلام، انا عارفة ان انا انسان ياكل الفطور والطعميه ويمشي في الاسواق، انما الشخص اللي قاعد بعيد هناك ده بيبقى شايفك مجرد عنصر، وبالتالي هو بيختزلك ويبقى عنده قدره على انه يتخيلك قتيلا ويبقى سعيد على فكره. يعني لو سمع مثلا جرى لي شر تعب مبسوط، لانه هو لو يطول زماره رقبته يعني، فبيكتفي بقى طبعا في وسائل الاتصال بالتعبير عن العدوانيه اللفظيه بالشتايم والسباب زي ما انت عارف، او بالتصورات اللي قلتها من شويه دي، تصورات التآمر العالم علشان خاطر هدم الدين. لا يا حبيبي بالعكس، والله يا سيدي لو هنتكلم بشكل يعني كده من داخل المنظومه، يعني الحقيقه انه مفيش حمايه للدين ولا حرص عليه قد انه يوضع بعيدا عن هزل الحياه وتلوثتها، يبقى حاجه روحانيه لطيفه جدا، يبقى كلنا اصلا نبص للشيخ بشكل كده. انما طالما الشيخ عمال يلعب في حياتنا ومتدخل في حياتنا، لا انا مضطر اقول له بتعملوا ايه. فهو التمويلات دي الرجعيه اصلا عايشه عليها طول عمرها. يعني لدرجه ان حسن البنا نفسه لما جاي يعمل اللي خد من الانجليزي، خد من الانجليزي وثائقيا فهم طول عمرهم عايشين على التمويلات، وهو متصور يعني هذا التصور لابد في ذهنه، وعنده تصور تآمري، ما هو بما انه اختطف الفكره الدينيه ديت اصبحت هي الغطاء اللي بيعرف يعمل له عمليه. ما هو لازم غطاء اخلاقي. المستعمر الانجليزي او الاوروبي لما كان يغزو العالم، الخطاب الاخلاقي كان ايه؟ يعني هو كان بيقول لنفسه ايه في المرايه؟ وكان بيقول لنفسه انا رايح استعمر الناس دي عشان انهب ثرواتها؟ لا، كان بيقول والله احنا جايين بننشر المدنيه والمش عارف وايه. والحقيقه انه كلامه فيه بعض المعقوليه. طيب الخطاب الاخلاقي بقى بتاع الناس في ماضي شبه جزيره العرب هيقولوا ايه؟ قال انه نشر كلمه الله، مش كده؟ إيه ده خطاب ده بيوجهه لنفسه، بيقول لنفسه هذا الكلام. فهو الراجل بيبقى عنده تصور ان والله احنا الدين ده بيحكم، وفي حكم اخر ينتوي ان ينتزعه. يعني هو بيتحكم في الواقع، بيتحكم في الناس، والناس دي عاوزه تشيل هذا الحكم من ايدينا، وبالتالي يبقى الناس دي وراها مؤامره ونقضي فلوس. وهو اصلا منقوع في الفلوس، منقوع في التمويلات. يا بيه ما فيش قريه في مصر ما فيهاش مركز اسلامي ولا جامع دفعوا فيه اسرياء الخليج، واسرياء الخليج اصلا يعني مستوى يعني معذره. يعني معلش لما تيجي تبني في مصر ولا تتبرع لمصر ولا عاوز تعمل خير، يعني ما اعمل اوبرا يا اخي، اعمل مكتبه يا سيدي، اعمل يعني في انما لا مليان مال مصر مراكز اسلاميه ومراكز مش عارف ايه. طبعا الزبون هنا على شعر، انا لا الومهم على فكره، انا ما لا اتحدث الا عن مفهوم انت اللي مفهوم، والواقع عندك هنا هو اللي بيقول. فاحنا واحنا اصلا اللي اخترعنا اصلا التنظيمات السياسيه دي من اول الاخوان، التنظيمات السياسيه في ظل الحداثه او اساسها الاخوان، بس هو تاريخه متصل بحلقات. يعني الجماعات الارهابيه دي على طول مدار التاريخ اللي بيقال له اسلامي، تاريخ القرشي، تاريخ امبراطوريه قريش الاستعماريه اللي شملت مصر، طول الوقت كانت تظهر جماعات ارهابيه وتختفي، تظهر جماعات ارهابيه وتختفي، ونفس المبادئ ونفس الاسس ونفس التفكير. الاشكال دلوقتي ان الموضوع ضرب. انا زمان كنت كل الالفاظ اللي بسمعها من الراجل الميكانيكي اللي على نص الشارع ولا الكهربائي اللي جاي يعمل لي مش عارف في الفيوز اللي ضربت مش عارف من كام يوم، الكلام اللي كنت بسمعه من الاخوان زمان، كلام المحليط المدهن ده
الله المستعان، جزاك الله خيرا. ايه يا بيه في ايه؟ بالله عليك. لا بس انا عارف انه تعبير عن استلاب كامل الشخصيه المصريه. يشمل تعبير يشمل التعبير عن عن الامتنان لهذا المكان وللعالم ولك انت شخصيا. لما تيجي تقول لي جزاك الله خيرا انا بقول لك شكرا، تقول لي جزاك الله خيرا قول لي شكرا يا حبيبي. يعني هو بيقول لك ايه؟ روح خد جزاك من ربنا. لا اخلي العلاقه بيني وبينك مباشره، لان احنا ما فيش بيننا. عايزين واحد يتقي ربنا فينا يا محمد. اه وتقي ربنا ده هو حتى داخل المنظومه الدينيه الرجعيه مختلفين عليه لحد النهارده مثلا. ممكن يعني مش يعني في ابسط الاختلافات واشهرها له يد ولا ليس له يد. يعني هنخش بقى في خلافات كبير. لا بس في خلافات اكثر عمقا بقى في صفاته. فاي اله تقصدون؟ وانت لما تيجي سلمت الحكم للاخوان هتلاقي هيزيد عليهم السلفيين وهيزيد عليهم جماعات ثانيه، وهنخش زي ما ملهاش اخر. وهيبقى كل هدفنا ان احنا نرضي ماضي شبه جزيره العرب، نعيد انتاجه بالزاي، ومين اللي يعيد انتاجه احسن من الثاني، ومين اللي عارف انت. مش هنوصل لحاجه، وده مش وده لن يصل بينا ابدا الى شيء، وما وصلش لاي مجتمع تحكمت فيه الخرافه العربيه القديمه الى شيء على الاطلاق. فاحنا دلوقتي كل ما نبتغيه ليس احنا ليست معركتنا مع الدين، احنا معركتنا مع الهيمنه الدينيه على الواقع. وليست مشكلتنا الدين خالص، الدين ده علينا ورثنا. واحنا كلنا متدينين على فكره. وانا مش يعني انا اصلا انا بستعيبها اصلا مش هعملها يعني. اقول لك انا كمان متدين ايه؟ فهي طيب عندنا عندنا سؤال من شروق يا محمد، هل معنيين بتصحيح هذا التصور الربط بين العلمانيه والالحاد ولا شايفين ان مفيش فايده؟ يعني رايك ايه؟ انا شايف ان احنا ما بننشغلش بالمسائل دي، اللي انت عايز تشوفه شوفه. يعني انا منشغل بقضايا اهم، وهي فكره استعاده المجال العام للبعد الانساني او البعد الدنيوي. اللي هي فكره اللي عايز اشوف العلمانيه الحاد، عايز اشوف العلمانيه ضد الدين، انت حر. انا مش هقعد استنزف في فكره ان انا اضع العلمانيه في موقف دفاعي ابدا. من وجهه نظري انت رايك ايه؟ مش عارف، انا ما فكرتش فيها قبل كده، بس يعني لا اقدر اقوله يعني. اعتقد انه جر لينا المعارك غير 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 مجديه. يعني هو مثلا انت لما تقنعه او اقتنع انه العلمانيه ممكن ان تكون علمانيه ومؤمن بالله ومؤمن بالحياه بعد الموت ومؤمن بالثواب والعقاب، هل هيكتفي؟ انا برضه اقول لك لا، بس احنا عايزين نطبق شرع ربنا، وعايزين نطبق كتاب ربنا، والمسلم ازاي المسيحي، والست ازاي الراجل. يعني اعتقد ان هو نوع من انواع الايه؟ الاستنزاف، ووضعك في وضع المدافع، مش في وضع ان انت تتبنى خطاب ايجابي اتجاه تحقيق تغيير في ارض الواقع. طب هم عمل ايه فرق فوده مثلا؟ طيب يعني عملوا ايه في علي بن ابي طالب؟ يعني هي خلافات في المنطقه دي، طالما انت هتقف على الارضيه بتاعت ارضيه الخرافه العربيه القديمه دي، مفيش فكره خلافه، مفيش فكره ان احنا نقول راي وانت تقول راي، وبعدين الاراء دي تتناطح او تتلاقح او تتحاور، وبعدين نشوف نحتكم لجمهور. هو نفسه مؤمن بفكره التداول وفكره انه الحقيقه نسبيه، وانه إيه وانت بتقول رايك فانت مدرك انك لعلك على خطا، فعلا مدرك فعلا انك لعلك على خطا، بس لا تضمن للاخر غير انك صادق وخلاص، والامور ماشيه على هذا الاساس. لا هو ما عندوش كلام خالص، وعنده انه في صراع، والصراع سخن، ويا انا انت، وانت مؤامره، وانت شرير. انا بقول لك في الحقيقه اللي يعرفني شخصيا مفيش حد ما شفتش اي مشاعر سلبيه. يعني اللي يكلمني مثلا في اي حاجه انا بقولها او حاجه مفيش مشاعر سلبيه، هم عارفين ان انا شخص جيد على فكره يعني، واجتماعيا زي الفل، وكل الناس حبايبي على فكره. بيحبوني وبحبهم. على كل مستوى، مستوى الاسري، مستوى العمل، مستوى البيت، دنيا زي الفل. كويس؟ حصل لك اي مشكله يا محمد بسبب الفيديو الاخير ولا كله؟ لا على المستوى ده حدش ليه يعني. كويس. المشكله بتيجي منين بقى؟ من الشخص اللي قاعد في ابو جاموس بربوره نازل، وطبعا متربي الربايه دينيه رجعيه، ومش عارف كوعه من بوعه ولا قفاه من وشه، وقاعد بقى ايه مشحون بالافكار كده،
هو ده الشخص اللي المفروض بقى بعد كده يعني يخش انتخابات ويقول رايه وبتاع. انتخابات ازاي؟ الديمقراطيه دي اصلا بتبقى نتيجه رمايه، رمايه عميقه، هي بتبقى نتيجه مش سبب لتقدم المجتمعات الحقيقه. تبقى حاجه كده زي الكريزه اللي تبعك تورته، اعمل التورته الاول وبعدين هتطلع هتظهر لوحديها، هتيجي لوحديها، هتتولى كده من الواقع. انما انت هتيجي تحطها كده على مجتمع زي كده هيجي جايب لك على طول الناس اللي هتاكل هتيجي تستعملها كسلمه. يا بيه ما هو اكتر الجماعات التطرفا داعش دي كانت بتستعمل ادوات الحداثة عادي، بتستعمل الرشاش والموبايل بتفجر بيه عن بعد، والفور باي فور والطائرات المسيره وكل دي من منتجات الحداثه، هم هيستعملوها بنفس الطريقه. يعني السيبر الديمقراطيه هتبقى في ايديهم عامله زي القنبله، بدل ما تستعملها في انك تعمل تفحى الطريق ولا بير ولا تعبي الطريق ولا تعمل اي حاجه ايجابيه، هتستعملها في انك تقتل. نفس المنطق. فالفكره انه الفكره اللي الهيمنه الدينيه الرجعيه على العقل بتخلي الانسان يشيطن المختلف وبيبقى يسهل عليه ده كل ما كان بعيد. وطبعا انا بعيد عن معظم التعامل الناس. تعامل فكره الابيض والاسود يعني، اي وهو مش شايف عنصر معادي زي ما احنا في جيش، ما هو بيحسبك جيش عنصر معادي فانت بتقتله ولا يشعر ضميرك باي ذنب، بالعكس تروح تفخر عند القائد بتاعك ان والله انا قتلت واحد من الاعداء. طب الواحد ده مش انسان له بيت واسره وحياه وشخص كده؟ طب ده تمثيل في الجيش يعني، يمكن في الجيش نتمنى في يوم من الايام التطور العقل والضمير يمحو فكره الجيوش من العالم كله، نتمنى يعني. لكن في الواقع الحالي في جيوش ما زالت كده، لكن ضمن الجماعه الفضيحه ما ينفعش نتعامل مع بعض بهذا المنطق. منطق عندنا غزوه بكره وان احنا مجيشين متحفزين ضد المختلف باعتباره هو الجهاد المستمر، الجهاد المستمر بلا توقف. هو الجهاد كمان مش وسيله يا محمد، يعني هو للاسف عشان نكون واضحين في المخيله الاصوليه الجهاد مش وسيله لتحقيق شيء معين، لا هو غايه. احنا لازم نجاهد يعني، لازم نخلق عدو ولازم يعني الايباد 7% وانا بصور منه. طيب بتاع الشاحن ده انا حاطط فيه للاسف يعني ما عنديش لاسلكي، فانا حاطط فيه البتاع بتاع اللي بحط فيه. احنا بقى لنا ساعتين حصل هقول لك حاجه يا ايد على كل قبل ما يفصل محتاجين ناخد منك بس حسم للسلسلة المباركة، سلسلة الغدة الدينية التي تجريها في صالون على المنيون. احنا عندنا الدور على حاجة من الاثنين، يا الغدة الدينية والمرأة، يا الغدة الدينية والدولة الوطنية. انت حابب ايه يعني المرة اللي جاية في على المنيون؟ أنا أقول الناس بالمناسبة دي يعني أنا بعتذر لأي حد يعني أشعر بإساءة، أنا مش قصدي أتي لحد أو أزعل. ثانيا احنا عندنا يعني في ما اظن يعني، وانا طبعا ضيف وبرضه بعتبر نفسي صاحب بيت، لكن على المنيون انا بشكرها جدا انها تديني فرصه يعني تاريخيا ان انا اتكلم. الخطاب ده خطاب رؤيوي، ما هوش خطاب معرفي، احنا مش بنقول دروس علم يعني. الفكره هنا انه والله احنا بنحاول نطور الخطاب العلماني بحيث يبقى واصل للناس ومتواصل معاهم، لانه تميز الخطاب النخبوي العلماني دائما بالنخبويه لغايه فرق فوده واتقتل. فدلوقتي في فرصه اخرى انه يبقى الخطاب العلماني كده، لانه طبعا هتقتل مين ولا مين؟ المفروض بقى وسائل الاتصال بقى كتير، فاصبح دلوقتي ده متاح. فاحنا بنحاول نعمل من الخطاب العلماني يعني شكل متداول وقابل للاستهلاك الادمي الشعبي العام. فاحنا يعني والله انا ما كانش في ذهني ان تبقى في سلسله اسمها الغدة الدينيه وكذا، حتى تعبير الغدة الدينيه انا يعني بس يعني ماشي. احنا بنتكلم في الحاجات دي، المواضيع دي كبيره جدا يعني. انا مثلا اتكلمت في مره اللي فاتت عن الغرب، صدقني يعني كل بند في قلته هقولت حوالي 20 بند في العلاقه ما بيننا وما بين الغرب، كل بند منهم كان يستحق ندوه لوحده. فانا لو اتكلم مثلا في الدوله الوطنيه او في المرأة. الاهم من بعض والاثنين مرتبطين ببعض، وانا مش يعني مش ميال لحاجه بالظبط يعني. لكن خلينا نقول لو قلنا دي المره دي هنقول اللي بعدها الثانيه اكيد اكيد. لسه السلسله المباركه دي مرتده يا دكتور محمد. خلاص يبقى خلينا مع الدوله الوطنيه
يعني الغده الدينيه والدوله الوطنيه قص مواضيع اصلا عظيم عظيم. واعتقد السؤال الاخير بتاع انكل ياسر تفسير الدكتور المسيري للعلمانيه مش هنقدر نتكلم عليه دلوقتي، بس اعتقد ان احنا ممكن نتكلم عليه الفتره اللي جايه. وعايزين نقول حاجه تانية يا محمد قبل ما تقفل، او قبل يعني الايباد ما يفصل شحن، ان دكتور خالد منتصر هيكون معانا في البث المباشر القادم. وحاجه ثالثه انه الموضوع ده هيبقى بشكل اسبوعي، فبرضو شاركونا بمقترحاتكم في الحاجات اللي حابين نتكلم فيها وحابين نطرحها. وانا طبعا دكتور محمد بالنسبه لي يعني شهادتي فيه مجروحه، لاني اقدره على المستوى الانساني قبل ما اقدره على المستوى الفكري، واقدره على المستوى الفكري. وانا بقول يعني انه اكرر ده زي ما قلت على صفحتي، محمد داوود اهم علماني في الشرق الاوسط. يعني ارجوك بلاش يعني تحرجني الكلام ده، مش لازم يعني. لا ما ترجونيش هذه حقائق بحجم التاثير. شوف عايز اقول لك حاجه يا محمد، واحنا معانا يعني مشاهدينا على علمانيون ومشاهدين محمد داوود، ليه محمد داوود اهم علماني من وجهه نظري في الشرق الاوسط؟ لانه الخطاب الاكثر وضوحا، الخطاب الاكثر اشتباكا مع الواقع مش في الاطار النظري، الخطاب الاكثر استخداما لمصطلحات. خد بالك الناس ابتدت تستخدم مصطلحاتك، يعني الشيخ البعراوي دي ابتدت تنتشر عشان بس هقول مكيه الفكريه. الخفه الدم المصريه الغير مصطنعه، الجزاله في الطرح والحصافه في تلقف الظواهر وربطها ببعض، محلل جيد جدا للشخصيه المصريه. انا اعتقد انه محمد داوود لسه عنده الكثير والكثير يقدمه. واعتقد يا محمد انت بحاجة، أو بمعنى أصح إحنا اللي بحاجة لأن يبلور هذا المشروع أو هذه اللقاءات سواء في علمانية أو في غيرها لمشروع كتب، لأنه الكتب عارف إن الناس ما بتقراش النهاردة، الناس بتتفرج، لكن الكتب مهمة لترسيخ جزء من التنظير. يعني أنا وإنت ممكن من الناس أو الأجيال الأخيرة اللي كانت بتقرا، يعني اعتقد كتابات طه حسين ومراد وهبه وعلي مبروك وزكي نجيب محمود وفؤاد زكريا شكلت جزء كبير من رسوخنا المعرفي او انضباطنا المعرفي والمفاهيم. فاعتقد ان برضو الاجيال المعاصره واللي جايه محتاجه انه لو عندنا حاجه نبلورها في كتابات، لانه اعتقد من وجهه نظري شديده الاهميه. ده موجود والله عندي، يعني ما يكفي. انا اصلا كنت عامل كتاب ضخم يعني، بس لقيته هو فعلا ضخم يعني، ويمكن حتى كنت بعت درافت بتاعه في كان بتسال الدكتور خالد منتصر. وبعت لي كتاب قبل كده انا فاكر من 4 سنين. يعني لا محتاج اعاده نظر، وما ينفعش يعني يبقى حاجه ضخمه كده وشامله كل شيء، لكن في الذهن يعني ان يبقى في حاجه من دي. وطبعا ابقى شاكر جدا يعني دعمكم ومحبتكم، وابقى يعني بساهم في لعله يعني على الاقل يعني نحس ان احنا بنعمل حاجه يعني، بدل ما احنا يعني عندنا بتعمل حاجات خطيره جدا. نعم بقول لك بتعمل حاجات خطيره جدا مش بتعمل حاجه يعني. والله انا بشكرك والله يا سيدي، يعني بتديني يعني بتحرجني يعني المواضيع، ما احنا مجرد مجتهدين وبنقترح اقتراحات، ومعظم الافكار دي انا اصلا واخدها من زمايل من نقعد نتكلم معاهم في لقاءات. انا باخد منك انت اصلا افكار يعني، وانا قاعد بتكلم معاك كده بلقط حاجات وبتعمل معايا شغل بقى، بقعد اعمل لها بتتفاعل مع افكاري، واحنا بنعمل كده مع بعض يعني. مثلاً صحيح يعني صحيح صحيح، كأننا قاعدين في صالون مفتوح يعني. صحيح صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا يا جاية في رسم مسار للعلمانية الواضحة والجريئة والفاعلة. وهنثبت احنا خلاص يوم السبت يا جماعه بشكل دوري دكتور محمد داوود ودكتور خالد منتصر واحمد سامر او اي حد تاني من زملائنا في علمانيون، اذا كان جون فريد او احمد الطوخي او مريم او ريم او احمد راشد، هيكونوا في هذه الحوارات الثلاثيه. شاركونا دايما باقتراحاتكم، وانا هكمل البث لان عندي بعض الاسئله من يعني التعليقات. وبكرر شكرك يا محمد، شكر ليك يا محمد. ولو في حاجه تحب تقولها قبل ما الايباد يفصل.
قبل ما الباقي بدا يفصل بنفسه اخرج انا عادي. طيب قول بقى. اوكي طيب خلاص، عايز تقول لنا حاجه؟ لا، الى اللقاء جميع الاصدقاء، وتصبحوا على خير، ونلتقي دائما على خير. ميرسي جدا يا محمد، ميرسي جدا يا محمد. بشكر الكاتب والطبيب والروائي والباحث المتميز محمد داود، ودرة وتاج مشروع المليون الثقافي. وهنلتقي بمحمد السبت اللي جاي مع دكتور خالد منتصر. احنا بقى ممكن نبتدي ناخد التعليقات، وانا معاك، ولو في حد حابب يدخل في البث يا جماعة يكتب لنا تعليق، لانه انا عندي دعوات من دانيال وطلحمة ومحمد وكذا حد. رجاءا معلش اعملوا ده تاني، لانه انا مكنتش حابب اخد من وقت محمد داود، يعني بشكره انه كان معانا. طيب، هل يتوافق الفكر العلماني الحداثي مع القيم المطلقة كالصدق والامانة؟ يا جماعة تاني نؤكد انه العلمانية ليست اطار ايديولوجي او اطار ديني، العلمانية هي طريقة التفكير. طريقة التفكير دي يمكن ان تنتج عدد لا نهائي من الايديولوجيات والممارسات والتوجهات. بوضوح شديد العلمانية بتعيد الانسان من اغترابه عن العالم اللي عايش فيه الى العالم، بمعنى انه النظرة الدينية المتصورة في القرون الوسطى انه احنا ضعاف بما فيه الكفاية، ان احنا مقيدين بعالم متصارع وعالم مليان امراض وعالم موحش، فالخلاص في الاخرة، فبالتالي احنا جايين الدنيا دي نمارس نوع من انواع الاختبار علشان جنتنا في الاخرة. العلمانية بقى قالت لك لا يا جماعة، هنقدر نطبق الجنة في الدنيا، وانه المعايير الدنيوية اللي بتحكم حياتنا لابد ان تكون حاضرة علشان تقدر تعيش في تجانس وفي تعايش مع الدنيا اللي احنا عايشين فيها. وانا تاني بقى اؤكد على مقولات قلتها قبل كده، انه من وجهة نظري الترجمة الاقرب لمصطلح السيكولاريزم بالانجليزية هو الدنيوية، ولكن خلاص التعريب خلص الى فكرة العلمانية بفتح العين مش بكسر العين، لان هي مصدر الكلمة العالم بالمفهوم الدنيوي مش العالم الجغرافي، مش علمانيون او علمانية، لا هذا نطق خاطئ، ومفيش حاجة اسمها علمانية. ممكن تقول للعلموية دي قصة تانية نتكلم فيها، لكن لو بتحدث عن العلمانية بالمفهوم الدنيوي او سيكولاريزم هي لابد ان تكون بفتح العين. طيب نكمل تعليقاتنا. ما هي العلمانية؟ ممكن شرح من فضلك. في حلقة كده عملناها بعنوان حوارات علمانية، ممكن تشوفها، وهي تبقى سلسلة مستمرة انا هكملها الفترة اللي جاية، عن جدليات بقى العلمانية والاخلاق العلمانية والدين العلمانية والمرأة وغيرها من الامور. الاستاذ احمد، ايه اعتراضاتك على بعض علمانيين مصر؟ لا انا مش معترض على حد، والحمد لله يعني ولله الحمد، انا لم يسجل لي اي انتقاد او اي انتقاص لاي علماني في الحراك الثقافي او الحراك العلماني في مصر. يعني يمكن الوحيد اللي انا انتقدته يوسف زيدان، ويوسف زيدان اصلا لموقفه من طه حسين، ويوسف زيدان اصلا يتبرأ من العلمانية، يعني لا يصنف مع العلمانيين. والحقيقة انه انا لو بتسألني عن الخطابات العلمانية اللي موجودة متعددة مش كلها متوافق معاها، بس انا بحكم ايماني بالمشروع العلماني لابد ان اكون مساند ليها ومقر بحقيقتهم، وبصراحة عمري ما هخش في تهافت انتقاد اي خطاب او فرد بيرفع فكرة العلمانية، مش لان العلمانية لا تقبل النقد، ولكن انا بشوف انه في لحظة من اللحظات لما المجتمع يبقى علماني والدولة علمانية ساعتها نقدر نتبارى في مين علمانيته احسن من التاني، ومين علمانيته اطول من علمانية التاني، ومين علمانيته اقوى من علمانية التاني. لكن في ظل هذا الانغلاق وفي ظل هذا التقوقع احنا محتاجين يبقى عندنا انتشار لرموز وخطابات علمانية مختلفة. فانا ما هاجمتش اي علماني قبل كده، وما عنديش اي اعتراض على كل علمانيين مصر بيلعبوا دور مهم في رسم مسار التغيير والحراك. في رايكم كيف يمكن زياده قوه التيار العلماني في مصر؟ دي قضيه يعني هنتكلم فيها كتير، مش ممكن نتكلم عليها في اللايف ده، لكن بوضوح شديد انا بؤمن جدا بدور المجتمع المدني والثوره المعلوماتيه، عشان كده موضوع استخدام المنصات لطرح هذه الافكار، فيسبوك وتيك توك وتويتر ويوتيوب وغيرها، مهم جدا. الدور اللي بتلعبه علمانيين من وجهه نظري دور مهم جدا، وانا بفكر في الفتره اللي جايه اعمل لايف خاصه بعلمانيون. ايه هو مشروع علمانيون، وايه رؤيتنا، وايه اجندتنا
وايه التولز بتاعتنا. والناس برضو بعتوا لي بيقولوا لي ان احمد يا سامر انت اسلوبك صدامي. وانا عايز اوضح بس نقطه في مساله علمانيون دي، انه علمانيون مش حركه جماهيريه، علمانيون لا تهدف ابدا ان هي تكون متصله بالجماهير، علمانيون هي حركه نخبويه هدفها صناعه نخبه جديده لمصر تؤثر في الجماهير. عشان تاني الفرق بين انك تعمل مشروع الهدف منه التواصل الجماهيري وانك تعمل مشروع نخبوي لاعداد وتفريغ كوادر علمانيه تنطلق على المجتمع المصري. واعتقد ان احنا ماشيين في المسار ده بشكل كويس، وهعمل حلقه او لايف خاص بعلمانيون ناخد فيه اقتراحاتكم واسئلتكم واستفساراتكم. مقصد سؤالي عن بعض القضايا التي يدخلونها العلمانيين المصريين مصر مثلا، مش فاهم يا فيصل. أتحمد الله أتعرفه أتحمده وتحاول تهمش فروضه ودينه. ماشي يعني. فصل الدين عن الدولة أو المجال العام. فصل الدين عن الاثنين، عن الدولة والمجال العام. ده وشك وبتتكلم ماشي. يعني الدين يبقى في كتب داخل المكتبات فقط، الدين يبقى في الممارسة الفردية. يا مش اسمه مش واضح. شاهز ده أتمنى أكون بقول اسمك صح. لا الدين يكون جزء من حياتك، ما يكونش كل حياتك. الدين ما يكونش ليه نظرة سلطوية أو فوقية. أهلا وسهلا بأي خطاب ديني، ولكن خطاب ديني متجرد من السلطوية والفوقية. اقنع الناس أنه الخمرة حاجة وحشة، اقنع الناس أنه الست ما ينفعش تبين أو تلبس حاجة كاشفة زي ما انت عايز، بس ما تتبناش خطاب تحريضي وما تتبناش خطاب فوقي وما تتبناش خطاب سلطوي. اهلا بكل الخطابات في ظل مجتمع متعدد الاراء ومتباين الرؤى. العلمانيه هكذا تكتب صحيح؟ لماذا لا تعترفوا انكم ملحدون وتتخذون العلمانيه ستارا لكم؟ طيب بص، يعني مساله المزايدات دي المفترض ان احنا نقفز عليها، لكن هقول لك ردي بوضوح شديد وادعي ان انا شخص صريح، ويمكن الناس اصدقاء اللي بيشوفوني هيبقى شيء مؤسف قوي ومحرج ليا ان انا بقول كلام في الغرف المغلقه ما اقدرش اقوله بره، اللي انا بقوله بره في التلفزيون او في المنصات المختلفه هو اللي انا بقوله في الغرف المغلقه. العلمانيه لا تعني الحاد، ولكن الالحاد ليس تهمه، وسادافع عن كل البشر فيما يعتنقون طالما معتقدهم لا يحرض على كراهيه او عنف. انت مصر تشوف الالحاد تهمه؟ لا الالحاد مش تهمه. شفت بقى التبجح اكتر من كده وجرى اكتر من كده؟ اللي عايز يلحد يلحد، واللي عايز يسيب الدين يسيب الدين، واللي عايز يخش في الدين يخش في الدين. دي مش قضيتنا. وانا ليا فيديو مقتطع من ندوه لعلي مبروك، ممكن تشوفه تعمل عليه سيرش في اليوتيوب، بقول فيه الايمان والالحاد ليس مؤشرا على اي مؤشر ايجابي او اي معيار ايجابي او سلبي. يمكن ان تكون ملحدا مجرما، ويمكن ان تكون مؤمنا صالحا. يمكن ان تكون ملحدا صالحا وان تكون مؤمنا مجرما. يمكن ان تكون ملحدا غير فاعل غير منتج في مجتمعك، ممكن ان تكون ملحد منتج وفاعل في مجتمعك. وكذلك يعني الايمان والالحاد ليس له اي تاثير باي شكل من الاشكال على انتاج الفرد وفعالياته واستقرار المجتمع. انا بشوف ان ده عبث وتهافت وتصدير ان الدين هو اللي فيه الاخلاق بس، ده حقيقه رؤيه منقوصه. كنت بتقول في فيديو انك مش معترض انك تنزل مراتك بالبكيني، طب بالنسبه للرجال اللي بتشوفها؟ ما هو الحقيقه بقى ده السؤال المهم، انت قلت ايه بالنسبه للرجال اللي بيشوفوها؟ هو الحقيقه الراجل المحترم اللي هو يتقال عليه راجل ما بيبصش للستات بصات منتقصه منها او بصات شهوانيه. والحقيقه انه لما مراتي، انا لسه ما اتجوزتش، بس لما هتجوز مراتي هتلبس بكيني، هتنزل في شواطئ منضبطه ومحترمه ما فيهاش الناس اللي زيك بوضوح شديد. لكن الناس اللي زيك اصلا ما لهمش ان هم يخشوا شواطئ فيها ناس راقيه، ما اقصدش راقيه بس بالمنظور المادي والاجتماعي، ولكن راقيه فكريا. عادي مراتي تلبس بكيني في مجتمعات محترمه وفي شواطئ محترمه ما فيهاش ناس بيفكروا زيك بنصبهم السفلي. ما هو موقف العلمانيه التي تدعو لها من هيمنه النموذج الليبرالي الامريكي الغربي على الساحه؟ زي ما قلنا من شويه، العلمانيه ممكن ان تنتج مسارات ايديولوجيه مختلفه، يمكن ان تكون علمانيا يساريا وعلمانيا قوميا وعلمانيا محافظا بالمناسبه، بس من منظور دنيوي مش محافظ ديني. وعلماني ليبرالي، في علمانيين. هو مارو عاوز يعمل مداخله. طيب مارو ممكن تقول لنا بس عايز تعمل مداخله بخصوص ايه؟ انا ممكن ارحب بالمداخلات يا جماعه، بس يعني مش عايزين مداخلات يكون فيها نوع من انواع الايه، التباعد عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه.
المهم نرجع لمساله النموذج الليبرالي الامريكي. الديمقراطيه الليبراليه النموذج الغربي الاشهر في النظم السياسيه الحاليه هو النموذج الاكثر تحقيقا لكل الايجابيات المتعلقه بالمؤشرات الاقتصاديه والاجتماعيه، وبالتالي انا موقفي الشخصي مش موقف العلمانيه المصريه، موقف ايجابي منه جدا. ممكن تلاقي علمانيين مصريين شايفين النموذج اليساري او النموذج الاشتراكي افضل، وفي ناس بتشوف الطريق الثالث اللي هو الاشتراكيه الديمقراطيه او يسموها الديمقراطيه الاجتماعيه طريق افضل. انا شايف انه وجهة نظر الشخصية النموذج الليبرالي القائم على الديمقراطية والفصل بين السلطات وتداول السلم للسلطة والتنافسية السياسية والتعددية الحزبية وحرية الصحافة وحرية المجتمع المدني واقتصاد السوق الحر مع العلمانية طبعا هو النظام الأفضل والمناسب لأي مجتمع بيسعى للخروج من العصور الوسطى. انت قلت ان العلمانيه فكره بسيطه، فهل الامر يستدعي بناء كوادر علمانيه؟ طبعا يستدعي بناء كوادر علمانيه. تحقيق اي تاثير لاي تيار او اي مشروع مرتبط الى حد بعيد بوجود نخبه حقيقيه تؤثر في المجتمع. لا يمكن فصل الدين عن الدوله باي حق، الدين هو الحياه وليس جزء من الحياه. طب دي وجهه نظرك انت حر فيها، يعني مش اقنعك بحاجه انت مش مقتنع بيها. هل لديك اي معلومه عن استاذنا دكتور مراد وهبه؟ استاذنا دكتور مراد وهبه بصحه جيده، وطمنت يعني عليه قريب من احد الاصدقاء القس رفعت تحديدا ودكتور عصام عبد الفتاح، ولكن هو خلاص معتزل تماما الحياه العامه والندوات وغيرها. انا بشوف ان مراد وهبه احد اهم منظري العلمانيه في مصر، وبنصح كل الشباب بقراءه كتاباته عن العلمانيه، وانا هعمل حلقه قريب عن القراءات والترشيحات العلمانيه في القراءه. يعني حضرتك بتدعو للعنصريه لانك بتهاجم من يتمسك بالعادات والتقاليد؟ لا، مش بهاجم حد بيتمسك بالعادات والتقاليد. تمسك بعاداتك وتقاليدك على نفسك، لكن ما تنمطنيش. يعني عايز تلبس مراتك او عندك مشكله ان مراتك تلبس بيكيني ما تلبسهاش، بس تفكر للحظه من لحظات الانتقاص من مراتك عشان تلبس بيكيني، هتزعل انت ومعتقداتك وتقاليدك. انت مش كنت بتطلع في التلفزيون؟ ولسه بطلع في التلفزيون، كان عندي حلقه قريب في قناه الشمس. العلمانيه تهاجم من يريد فرض هذه العادات والتقاليد على الجميع. انت حطيت حد انك تنزل مراتك بالشكل ده ليس بسيطره حد رجال، ما تفرجوش، ده بعيد عن النظره الشهوانيه واضح. بص انا مش هخش في نقاشات مع ناس لسه لم يتجردوا من الافكار الرجعيه والمتخلفه. يعني انت ما تخافش يا ابو حميد وانت ماشي في الشارع بعد كل الكلام اللي بيتقال؟ لا ما بخافش، عشان انا شايف ان انا ما بقولش حاجه غلط، واللي بيحكمني دائما في اي منطوق او اي فعل بعمله هو القانون، وانا عارف كويس حقوقي وواجباتي بالقانون والدستور والاعلان الاعلامي لحقوق الانسان. حبيبتي هو بيقول كل واحد حر في معتقداته، انتوا بتهاجموه لمجرد الهجوم. لم اهاجم يا جماعه، يعني ماشي انا مش عايز اخش في موضوع البيكيني ده مع انه كاشف لكتير من الافكار. ما فيش حاجه اسمها علمانيه في ارض الواقع، في حاجه اسمها لا دينيه. ماشي انا للاسف في كومنتات مش هاخدها بمحمل الجد لانها لا تقدم فكره، يعني ارجو ان محدش يشوف ده تعالي اوره، بس احنا بقى لنا ساعتين ومحتاجين نقفل البث. يعني هل بتفكر في مشروع مشترك بينك وبين كريم الصياد، خاصه ان شايف انكم من اهم الاثنين في مصر؟ كريم الصياد انا بالنسبه لي احد اهم المفكرين المعاصرين في الفكر العربي المعاصر. كريم الصياد من وجهه نظري الشخصيه لسه لم يتوهج. شوف كل اللي قدمه كريم على مستوى ندوات او كتابات باهميته وجديته والجديد اللي فيه. انا لسه شايف انه كريم الصياد عنده كتير لسه يقدمه للمكتبه العربيه. كريم بيجمع بين الاثنين، انه محاضر جيد يستطيع ان يخاطب الشباب بافكار عميقه وقويه، وايضا له كتابات مهمه، واعتقد هيكون ليها شغل فاعل في الثقافه المصريه. انا كريم الصياد بشوفه يعني من اهم المثقفين المصريين، مش بس اهم العلمانيين المصريين، وهو صديق يعني اعتز بصداقته وبزملته في حركه علمانيون. ممكن تزود ظهورك شويه اكتر؟ انا بالفعل بجهز لبرنامج هقدمه على اليوتيوب الفتره اللي جايه، وبنركز في ظهور اسبوعي على التيك توك. والحقيقه انه بس عايز اوضح حاجه، عندي افكار كتيره وعندي محتوى كتير عايز انجزه، لكن للاسف علمانيون الفتره اللي فاتت عشان بنعمل ندوتين في الاسبوع، ففكره عشان تخرج ندوتين في الاسبوع بتتواصل مع ضيوف وبتتواصل بافكار وبتتابع النشر في مصر كله عشان تشوف الكتب الجديده، ايه الكتب اللي ينفع تتابع في الصالون،
حاجات كتيرة بتبقى مستنزفة لينا في الوقت والجهد. أعتقد إنه الفترة اللي جاية هننظم الوقت ويبقى عندنا مساحة من الوقت والجهد إن إحنا نقدم ظهور نتمنى يكون خفيف عليكم ومفيد. كيف في رأيك أساهم في علمانة المجال العام؟ اكتب، اتكلم، اعمل فيديوهات، اتناقش مع صحابك، خد الموضوع برحابة وبلطف. أنا مش مستعجل على علمانة المجتمع المصري، أنا بستمتع باللي أنا بعمله. ليت نرجع للافكار المتخلفه والله اللي بتقول عليها كان زمان تطبق عليك حد الرده. ما هو اللي بيتكلم بفكره حد الرده ده بيعكس هشاشه في فكره، وبيعكس انه معتقده ضعيف، وبيعكس انه ايمانه بفكرته هشه. بمنتهى الاستفزاز بقول لك لا انت ولا غيرك تقدروا تطبقوا حد الرده، لا في مصر ولا في المجتمعات الاسلاميه، الموضوع منتهي. ارجعوا تاني لصندوق التاريخ، او ارجعوا لجحوركم تاني ايها المجرمين. اي حد مؤمن بحد الرده هو مجرم وارهابي وهمجي وغوغائي. همجي وارهابي وغوغائي، همجي وارهابي وغوغائي ومجرم. اي حد بيقول ان في حاجه اسمها حد الرده. احسن حاجه هي استخدام كلمه علمانيه بدل استخدام مدنيه اللي السياسيين بيستخدموها طبعا. يعني عندنا صبحي صالح ومحمد البلتاجي قالوا بعد 2012 نحن مع مدنيه الدوله، فلما البلتاجي او رموز الاخوان يطلعوا يقولوا احنا مع مدنيه الدوله، واحمد سامر كمان مع مدنيه الدوله، المواطن سيشعر بتشتت ومش هيعرف الفرق بين مشروع احمد سامر ومشروع الاخوان. وصدقني عندما ننظر لافكارك وافكار كريم الصيد ليست الا هباء، وما لكم من ارض صلبه تقف عليها. طب لما احنا ملناش ارض صلبه وملناش اي تاثير، داخل تشتمنا ليه؟ ما تضيعش وقتك. كريم الصياد واحمد سامر يستحقون الشهره من ناس كتير ليس لا، يعني مساله الشهره مش هي القياس، مساله التاثير هو الاهم. وكتير بيعملوا ادوار مهمه من خلف الكاميرا، اعتقد انه ده الاهم، التاثير. الشهره بالمناسبه مش حاجه وحشه، لكن اعتقد من وجهه نظري مش هدف. لما بعوز اسمعك اكتب احمد سامر، ممكن تكتب كيوردز بقى احمد سامر صالون علمانيون، احمد سامر علمانيون، هتلاقي اللقاءات كلها بتاعت الميديا موجوده والفيديوهات. ما انصحكش تتابعني على الفيسبوك، لان انا الفيسبوك الحقيقه بشوفه مساحه للتنفيذ الشخصي عن هوايات وامور واحداث ملهاش علاقه بافكاري. فين وفين لما بعلق على حاجه تخص افكاري، اغلب الفيسبوك هتلاقي بتكلم فيه على البطاطا والقطط والاهل. هل عاملين ندوة؟ محمد داود يعني قريب هيجي لنا تاني، وهو سلسلة يعني محمد داود احنا عاملين تقريبا فوق العشرين ندوة في علمانيون او يمكن اكتر. اخر خمس شهور بس عاملين اربع ندوات، اخر اربع شهور عاملين اربع ندوات، وفي ندوة قريب عن الغدة الدينية والدولة الوطنية. المشكلة ان بعد تخلي دول الخليج عن الاسلاميين اصبح معقلهم في مصر. الحقيقة ان الخليج انا بشوفه في طور التحول ايضا زي ما مصر في طور التحول، وبالعكس اشوف ان المد الخليجي للاصوليين في مصر قل كتير في السنوات الاخيرة. ان لم تكن هناك جماعات اسلامية هل سيكون الوضع العام افضل؟ يعني طبعا ده سيدنا ابو بكر عندما قام حروب بالرد، فهل كان غوغائي او همجي؟ اتفضل طبق القاعدة اللي انا قلتها، لن تأخذ مني ردا سفيها على سؤالا سفيها. دكتور محمد داود وحضرتك المفروض تعملوا محتوى منظم وجذاب زي بودكاست فاطمة نعود في تكوين مثلا. حاضر، هنحاول نشوف المسألة دي تتم ازاي بشكل منضبط وجذاب. والفلاحين، هو طبعا انا عملت ندوة عن تأثير الثقافة الريفية على المجتمع المصري سلبا، وازاي حصل تناغم او تجانس او تزاوج ما بين الثقافه الريفيه والثقافه الدينيه. عايز اشتم الاهلي عشان استغل، مش هدخل الاهلي في اي حاجه اوفيشال متعلقه بعلمانيون. هل في مناظره تانية مع شيوخ الازهر؟ انا من الناس اللي اعتقد ان انا من القلائل اللي بحب المناظرات، يمكن اغلب العلمانيين ما بيحبوش المناظرات، انا بحب المناظرات جدا وبشوفها احد الادوات الهامه في احداث حراك فكري، وانا بستمتع بالمناظرات اكتر من البرامج الحواريه اللي انا ببقى فيها ضيف لوحدي. هل الفقر يزيد من التطرف؟ الحقيقه ان هي علاقه ديالكتيكيه، الفقر بشكل او باخر بيستغلوا المتطرفين لنشر تطرفهم، والتطرف لما بيكون موجود في المجتمع بيؤثر سلبا على الانتاج. يعني ابسط حاجه مثلا مساله السياحه، لك أن تتخيل حجم الفرص الضائعة من المدخلات النقد الأجنبي بسبب المناخ المتطرف أو المناخ الأصولي في مصر. فهما ديالكتيك، التطرف بيفقرنا والفقر بيستغلوا التطرف، أو بمعنى أصح كل ما يكون فيه فقر أكتر كل ما ده يعضد أو يدعم التطرف.
تمام انا مع حضرتك طبقنا العلمانيه ما هي النتائج المترتبه على ذلك. بس سؤال مهم، شوف انت لما تطبق العلمانيه ده لا يعني بالضروره ان مصر ستصبح علمانيه بلا تداول سلمي للسلطه، لا تعني شيء. علمانيه بلا اقتصاد صخر، لا تعني شيء. علمانيه بلا تنافسيه سياسيه، لا تعني شيء. علمانيه بلا حريات اجتماعيه وحريات عامه وخاصه، لا تعني شيء. علمانيه بلا حريات سياسيه، علمانيه بلا مجتمع مدني حر ومستقل، علمانيه بلا صحافه واعلام حر ومستقل، كل ده لا يعني شيء. عندنا دول من امريكا اللاتينيه علمانيه، ولكن للاسف هي دول في مؤشرات التنميه الاقتصاديه متراجعه. اعتقد ان احنا بحاجه الى تحرير فكره العلمانيه من ان هي فيها الخلاص، ولكن لا خلاص بلا علمانيه. انا عملت حلقه مع الزميله العزيزه هبه دربله على قناتها يمكن من سنتين بعنوان معادلات العلمانيه، انصحكم تشوفوها لو عندكم وقت. امتى هتجيب ابراهيم عيسى؟ اتمنى ابراهيم عيسى ينور صالون على المليون، بس اعتقد ان ابراهيم عيسى مش هيجي على المليون لاعتبارات متعلقه بابراهيم عيسى، مش لاعتبارات متعلقه مع المليون. بالعكس، ابراهيم عيسى من اهم المثقفين المصريين، واتمنى انه يزين صالون على المليون. الحقيقه انا وجهت له الدعوه، وكان في مشروع ان احنا نناقش رحله الدم لما كنت بكتب معاه في جورنال المقال، الكلام ده في 2016، ولكن تلاحق الاحداث لم يسفر عن تحقيق الندوه. كيف ترى حرب اسرائيل على الارهاب؟ تقصد حرب اسرائيل على حماس؟ انا في النهايه بتعامل مع اسرائيل لان هي دوله موجوده في منطقه الشرق الاوسط، وانا اقدر اتعامل مع الدوله حتى لو اختلفنا، لكن ما اقدرش اتعامل مع التنظيمات الارهابيه. فبالتالي اي دوله في الشرق الاوسط ستخوض حرب مع الارهابيين، انا سادعم هذه الدوله حتى لو كنت ضد بعض سياساتها. متى في رايك تتحول العلمانيه من فكره نخبويه الى حراك على الارض؟ المساله مرهونه بالوصول للكتله الحرجه. كل حركات التغير الكبرى في التاريخ الإنساني لم تصنعها الأغلبية، صنعتها أقلية مؤمنة وفاعلة. أعتقد أن إحنا لو العلمانيين في مصر 10% من السكان، يعني حوالي 10 مليون، لكن فاعلين ومؤثرين في دوائر الإنتاج ودوائر التشكيل الرأي العام، أعتقد أنه ده هيوصل بنا لتحقيق نتائج مرجوة على أرض الواقع. ممكن نعمل حلقة عن الموضوع ده. هل الحضور في الصالون بتكون الدعوة عامة ولا بشروط؟ الدعوة عامة، الشروط أن تلتزم بقواعد الصالون، أن الموبايلات تبقى منخلقة، ما فيش تعقيب على التعقيب، التعقيب في وقت التعقيبات، وما فيش أي حاجة تانية. بلاش همهمات ونقاشات جانبية، دي الحاجات اللي بتزعل الناس مني. طلعين سمعة علينا أنا ديكتاتور، بس يعني فلتزم سمعتي إلى الجحيم مقابل أن يكون صالون على المليون منضبطا وفاعلا في المشهد الثقافي المصري. أنا بشكركم كلكم على كل هذه الأسئلة، بعتذر لو ما ردتش على حد أو التعليقات راحت. أنا كنت حابب أدي الكلمة بوقت أكتر لصديقي وزميلي محمد داود. يمكن الفترة الجاية نعمل لايفات خاصة بجمهور علمانيون، يعني يبقى النقاش والمداخلات مننا ليكم على طول. بشكركم وأشوفكم قريب في اللايف القادم يوم السبت الساعة 10 مساء مع محمد داود وخالد منتصر. شكرا لكم، وتابعونا دايما على الفيسبوك والتيك توك ويوتيوب وتويتر وانستجرام. تصبحوا على خير.